السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من نمبر 1. يوم الجمعة هو اليوم المرتقب لضيفي العزيز والضيف الدائم اللي بيكون موجود معايا كل يوم جمعة علشان نتكلم في كل القضايا الرياضية اللي على الساحة، سواء بقى محلية عالمية أيا كان إيه نوعها بنتكلم فيها مع ضيفي اللي حضراتكم ما تنسوش تشاركونا على نمبر 1 هيثم عرابي هاشتاج، كل الأسئلة اللي حضراتكم عايزينها والمواضيع اللي حضراتكم عايزين تسألوها مع ضيفي العزيز الكابتن هيثم عرابي. كابتن هيثم برحب بيك، الحمد لله على السلامة ودايما مشرفني منورتني. أولا سعيد كل يوم جمعة بالنسبة لي سعيد، خاصة كمان لما بالأسف تكسب يبقى حادثين جمال. ماشي بيكون حلو الحمد لله. وشك حلو الحمد حقيقة. لله الحمد من ساعة ما جيت هنا واتفقنا على موضوع الجمعة ده كسبنا ماتشين ورا بعض فالدنيا حلوة. خلي بالك أنت بقى مش أنا، خلي بالك أنا هطلع لك مكافآت الفرق. حبيبي جاهز؟ جاهز. عندنا أسئلة كتير، عندنا مواضيع كتير، وأنا عارف إن أنت عندك شوية حاجات عايز تقولها لي، لكن بس اديني 5 دقايق عندي بقى شويه اخبار مهمه عايز اقولها واناقشها مع الساده المشاهدين قبل ما ارجع لك تاني يا كابتن هيثم. طيب يا جماعه، يعني هبدا معاكم شويه اخبار سريعه وبعديها هيكون عندي بعض التعليقات كده لطيفه على بعض المواضيع. طبعا انا يعني لما بطلع دلوقتي يوم خميس بيكون في انتقادات كبيره جدا، منها الايجابي ومنها السلبي، تمام؟ انا بس مكاني هنا، انا راجل اعلامي بقول الخبر، ماليش دعوة يعني بأي حاجة ليها تبعيات، أنا بقول الخبر بمنطقية وباحترام وبقوله بكل مهنية، لا بطلع أقول خبر بشكل معين ولا بطلع أقول الخبر بيكون موجه لحتة معينة. دي بس كلمتين محشورين في زوري حابب أبدأ بيهم قبل ما أروح مع الكابتن هيثم وقبل ما أبدأ معاكم الأخبار. خلينا أبدأ معاكم الأخبار من النادي الأهلي. النادي الأهلي يعني خلاص بشكل رسمي بيقرر إعادة أحمد ياسر ريان مرة تانية إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل وعدم خروجه معارا مرة تانية. أحمد ياسر ريان مش هيخرج مرة تانية على سبيل الإعارة ويعود إلى الفريق الأول بنهاية الموسم الحالي، بعد ما الراجل في كل مرة بيخرج فيها على سبيل الإعارة، مرة في الجونة مرة في سيراميكا كليوباترا، والراجل بيثبت جدارته وكفاءته إنه واحد من اللعيبة المميزة جدا. حق ربنا يتقال إن اللاعب ما أخدش الفرصة الكاملة في النادي الأهلي، وبدل ما اللاعب كان يعني ممكن يوافق إنه يبقى موجود كبديل وإن هو يعني يوافق بالوضع المفروض عليه، اللاعب صمم ان هو يخرج وصمم ان هو يشارك وصمم ان هو يلعب علشان ياخد فرصته كأي حد موجود في بطولة الدوري المصري. والراجل بسم الله ما شاء الله النهاردة في تعادل ايجابي مع المصري بيتعادل 2-2، احمد ياسر ريان بينجح في احراز هدفين، واحد بيحرزه والتاني عن طريق ركلة جزاء. ده بالنسبة للنادي الاهلي وخبر لكل متابعي احمد ياسر ريان والناس اللي كانت بتناشد وتنادي النادي الاهلي باعطاء الفرصه لاحمد ياسر ريان، ده رقم واحد. بعد كده عندي بعض الاخبار عن نادي الزمالك، وحابب بصراحه اتكلم عن مجلس الاداره الحالي بشكل كويس جدا، وان هم بيعملوا مجهود كبير جدا في ان هم ازاي بيحلوا المشاكل في الفتره الاخيره. عندهم مشاكل كتيره، طبعا عندهم مشاكل كتيره، ولكن ازاي ان انت تحل الازمات اللي موجوده عندك. والازمات اللي موجودة في نادي الزمالك أبرزها موضوع معروف يوسف. معروف يوسف الموسم الماضي قبل بدء الموسم الحالي، لو هنقارن ما بين موقف جيرالدو مع النادي الأهلي وموقف معروف يوسف، هو موقف مشابه. الأهلي رفع اسم جيرالدو من القائمة الأساسية، وبالتالي النادي الأهلي بقى يعني ملزم إن هو يدفع مستحقات جيرالدو او حتى بالتفاوض مقابل ان جيرالدو يمضي على ورقه يقول فيها انا ماليش اي مستحقات. الفتره اللي فاتت المجلس السابق يمكن رفع اسم معروف يوسف من القائمه بدون اختار معروف يوسف وبدون انهاء مستحقات معروف يوسف، وبالتالي معروف يوسف هنا كان ليه مستحقات بحوالي 10 مليون جنيه، ولكن المجلس الحالي برئاسه سياده اللواء عماد عبد العزيز قدر ان هو يتواصل مع اللاعب لمبلغ 3.5 مليون جنيه مصري علشان ياخدهم ويتنازل عن شكواه ضد نادي الزمالك في الفيفا. ومن هنا ازمه كبيره جدا نادي الزمالك بيزحها من ضمن ازمات كتيره يعني هتعدي عليه خلال الفتره اللي جايه. فطبعا ده حاجه مهمه جدا وحاجه ايجابيه، وبنشكر عليها مجلس الاداره اللي انا بقول مره واثنين وثلاثه عليهم عبء كبير جدا، لكن هم الناس بيحاولوا ان هم يعملوا كل حاجه
علشان يخرجوا نادي الزمالك من الأزمة اللي موجودين فيها. وبالمناسبة في نص الأسبوع اللي جاي ده معروف يوسف هياخد المبلغ والموضوع ينتهي وأزمة معروف يوسف تروح واللي بعده بقى واللي بعده. وكل أسبوع هنقول لحضراتكم ايه الجديد الخاص بأزمات نادي الزمالك وازاي مجلس الإدارة ازاي يعني بيحاول ان هو يحلها. طيب قبل بقى ما اكمل الأخبار كابتن أيسر، احنا معانا مداخلة مهمة جدا. يمكن النادي الاهلي المباراه الاخيره افريقيا خسر 1-0 قدام سيمبا، مع المدير الفني الفرنسي ميسو ديدي جوميز المدير الفني نادي سيمبا التنزاني على الهواء مباشره عبر تطبيق زوم. أوكي. عايزين نروح له ونتكلم معاه عن المباراه، يعني عرفنا كده شويه حاجات كواليس ليها علاقه بالمباراه، يعني لو مش هيضايقك فنروح لميسو ديدي. ميسو ديدي جوميز، جود ايفنينج، اتس ا جريت بليجر تو هافينج يو اون اور شانل النهار. Assalamu alaikum and shukran to invite me. Thank you, Mr. Dede. Of course, it was a tough game. It was a great game from Simba and also from Al Ahly, but you had the chance to win against Al Ahly 1-0. Of course, it was a very strong game, as I said before, but I want to know your opinion in general about the game, about studying Al Ahly, about the dangerous players, about your formations, everything, please, Mr. Dede. Yeah, you are right. It was a very tough game. Al Ahly get some chance to score and ourselves also. I think more than Al Ahly. And in terms of process, we dominated the first half. It was balanced during the second half. Mm-hmm. I received a report after the match. And what can I say? That it was a very tough match, very very balanced, but I think that we deserve to win this match. طيب انا سالته بقول له يعني رايك في مباراه الاهلي وسيمبا التنزاني بشكل عام. انا شايف كانت مباراه صعبه، كلمني بقى عن كل النقاط اللي ممكن تتكلم عليها. قال لي كانت مباراه اكيد زي ما انت قلت قويه، مباراه صعبه، لكن بعد ما استلمت الريبورت او تقرير المباراه بعد الماتش شفت ان هي كانت مباراه متوازنه خصوصا الشوط الثاني. ولكن بقى انا عايز اساله واقول له مستر ديدي، هاو ديد يو ستادي الاهلي؟ هو واز ذا دينجرس بلايرز فور يو؟ هو واز ذا كي بلايرز؟ ويتش سايد واز بيتر فروم الاهلي ذات يو ونت تو كلوز ات اند يو ونت تو ستوب ات فروم دوينج اتس جوب؟ او يو نو ات از نوت اونلي ذا كي بلاير، يو نو الاهلي از ار فيري سترونج كولكتيفلي. They propose a lot of movement inside on the wing, so it is very complicated to control everything. But we work on some process the week before the match, and I think we deserve to win because the movement inside were a little bit closed by our midfield, so. It was very very good for us, and also we play a very good football. We try to keep the ball. I asked my player a long retention ball. It was fantastic what we have done. But you know, I'm not surprised because Simba is a very good team with we can play a good football. So Al Ahly really is. In despite of this loss, Al Ahly is a very big, very big team. I understand now why they are number one in Africa. I was very, very impressed when they played the World Cup with Bayern Munich, and you know it was very, very difficult to win them. But it is a very, very. What can I say? Miracle, not miracle, but it is a very good, strong performance for us. طيب أنا سألته يعني مين أبرز اللعيبة المهمة في النادي الأهلي، مين الجهة اللي كانت بالنسبة لك صعبة وعايز تقفلها وكلام كده كتير عن النادي الأهلي. هو قال لي بص، يعني خلاصة الكلام إن النادي الأهلي مش متمثل في لاعب واحد، النادي الأهلي مجموعة مع بعض بيكونوا دايما الأهلي خطير كمجموعة كفريق كومباك مع بعض بيلعب بشكل واحد. قال لي الأهلي دايما بيلعب كورة جميلة، الأهلي دايما سمعتم، قال لي الأهلي دايما فريق خطر وعشان كده دايما الأهلي بيكون رقم واحد في أفريقيا.
وهو قال لي انا استحقيت ان انا اكسب، انا لعبت كوره واستحوذت عليها وقدرت ان انا اعمل بعض العرضيات وقدرت ان انا استغل بعض النقاط اللي هو شافها في النادي الاهلي. ولكن مستر دودي، if I ask you about موسيماني، what is your opinion about the head coach of الاهلي مستر بيتسو موسيماني؟ Oh, he's a big coach, you know. He's a very successful coach. I respect him a lot. And this Alali with him is very strong. There is no doubt about this. I'm not worried about the future of Alali with this coach, with this kind of player and with this way of playing. It's a strong team, and I'm completely sure that they are able to reach the quarter final. Of course, the next match against Vita Club will be very tough, but I'm not worried about Al Ahly. They are really the number one in Africa for this time. طيب انا سالته وقلت له رايك في مستر بيتسو موسيماني، زي ما حضراتكم سمعتم كده كان قولا واحدا، قال لي مدرب كبير، يعني مدرب كبير، مدرب قدير، وكمان مع المجموعه اللي موجوده القويه قال لي انا مش قلقان ولا خايف على الاهلي، يمكن المجموعه بالمدرب بالاثنين كده اللي موجودين يعني قادرين على تخطي دور المجموعات، ونيجي نلاقي ان حد ممكن بيقطع في موسيماني عادي جدا عشان الراجل خسر مباراه واحده. يعني كابتن هيثم، اسال سؤال كده لمستر دودي عشان انت قلت لي عايز تساله سؤال. هلو هاي يا السلام عليكم. وعليكم السلام. First, you deserve the game. I gotta give it to you. You deserve the game. But as an Ahli fan, I hate you, and you know this already. You know, you mentioned that you respect Moussemani, and he's a big coach. Were you surprised that in the beginning of the game on a defensive side that it was just, you know, everybody was surprised in the game, especially in the beginning. Was that surprised you as well? You know, Pizzo know his team very well, so he has some reason to not start with Souleya and Afsha. Of course, in our side, we expect to play against Afsha particularly, because he's a key player, really key player. He's very mobile. He moves a lot between the lines, and we work on this, and before the match, Afsha came in the pitch at the end of the match, and we saw that he's a key, very key player. You know, Afsha is very dangerous, and Souleya is able to balance the team defensively and offensively. Okay. But you know, the player who play in the starting 11. We are very positive. I like this three midfield because they were very solid, and also they were very positive when they have the ball. After beating Al Ahly, and as you said, it was a miracle. Surprised? You surprised everybody. مش عايز تترجم؟ طب ممكن تترجم الأول؟ ترجم. هو بيتكلم على ان ده راي موسيماني، ان هو عارف فرقته كويس. انا سالته الاول بقول له هل انت كانت مفاجاه بالنسبه لك ان الاهلي لما بدا التشكيل كان فيه حته دفاعيه شويه، فهو اتكلم على السولاي وقفشه ان هو المدرب بتاعهم عارفهم اكتر، وان هو كان فيه نقطه يعني مفاجاه بالنسبه له شويه ان هم مش موجودين تقريبا. تمام. بس هو شايف ان موسيماني هو اللي عارف الفرقه كويس جدا، وان فعلا يعني هو ما توقعشهاش يعني حاجه زي كده. عايز اساله سؤال ثاني، قول السؤال الثاني. As you know, الأهلي would not, you know, and you know, out from the World Cup, the Club World Cup, everybody was surprised because of the performance was very low. A lot of changes will happen in the second game in Cairo. What changes will you make actually in your team to face that? Oh, you know, you talk about the next game against Al Ahly. Yes. Yes. Yeah, you know, we have the time to think to this game. We have a big challenge next week against El Merrek, and of course, in case of win, I think we will have one foot in the quarterfinal. So we have the time to think to the match, the back match against Al Ahly. There is three matches before, and we hope that
we will be qualified before to play against Al Ahly at Cairo. بيتكلم ان هو في ثلاث ماتشات قبل ما يبدا قبل ما يرجع يلعب هنا في القاهره، فهو عنده فرصه حقيقه ان هو يصعد قبل الماتش ده، فساعتها يفكر في ماتش الاهلي هيعمل فيه هنا، بس هو عنده امل ان هو في الثلاث ماتشات دولت يكون صعد قبل ما يجي القاهره. Mr. Today, everyone saw you out the line during the game, so stressed, you're shouting to your players. Maybe I can ask you this question. Did you want to win against Lali with big score? This is was or what you want to do during the match, or why you were stressed against the game and you are shouting to the to your players and giving them some instructions, and also you are talking all the 90 minutes. No, I was not stressed. I was completely calm. I was under control. Okay. I think I control very well the process we have work, and I just ask to my player to respect this process. For example, you know, when we try to press Al Ahly, okay, to press the building up of from Al Ahly, after we also we need to control the movement behind our midfielder between the two lines. So I asked to my midfielder to stay very carefully on this process, and they have done, you know, don't shoot too much. I think that my player appreciate my my attitude with them. No, I was very calm, and because you know, I'm very aware about our quality. We have a strong team. Simbad here has a strong team, very experienced, and they can beat every team. طب انا قلت له يعني البعض حس خلال المباراه انك يعني مشدود شويه، بتزعق للعيبه، هل انت كنت طمعان في نتيجه اكتر من 1-0 ولا لا؟ قال لي لا، انا كنت هادي، كل حاجه كانت تحت السيطره، ولكن انا كنت في عمليه الضغط وعمليه التحرك، بوجه لعيبتي في لحظه الضغط على لعيبه النادي الاهلي ما بين الخطين ان هم كل واحد يكون في مكان المظبوط او يعمل اللي مطلوب منه خلال المباراه، لكن قال انا بطبيعه الحال انا شخص هادي يعني ومش يعني مشدود او مش بتشد في اي حاجه ليها علاقه باحداث المباراه. Mr. Didier, did you choose the time of the game to be during the day and under the sun, not at night? Did you choose the time of the game? Of course, really. Of course, we choose the time. It is normal for us to play at 4 o'clock, and like we do in the league, and it is our normal time to play for us. And also, it is not a choice. It is normal for us. It is logical. So, no need to talk about this. I don't know what time Al Ahly play in the league, but I think that is the same in the Champions League. طيب انا سالته قلت له هل حضرتك اخترت ميعاد المباراه ولا لا انك تلعب النهار تحت اشعه الشمس؟ قال لي اوف كورس، قال لي طبعا احنا اخترنا نفس الميعاد اللي بنلعب فيه ماتشاتنا في بطوله الدوري يكون نفس الميعاد اللي احنا متعودين نلعب عليه بشكل عام مباراه الاهلي ونادي سيمبا التنزاني. ساله يا كابتن هيثم عشان نو اكشلي بيبول سيد ذات بيكوز يو جايز بلاي ان داي تايم ذا ميد هيوج ديفرنت فور الاهلي because Al Ahly now used to play in the daytime. They usually play in the nighttime. That's why Omar asked you if you choose the 3 o'clock or 4 o'clock, because that will actually affect Al Ahly on the field, playing in the sun and under this weather, you know? No, we play on the afternoon, because usually we play on the afternoon. It's simply, anyway, you know, it is not the weather or the fan. Or the fan who can help you to win or to lose. You know, the football play on the ground, and the best team win is enough. We don't choose the time. Usually we play at 4 in the league. عمر سأله على موضوع ان هو اختار يلعب بالنهار ولا بالليل، هل ده كان اختياره؟ وانا كملت السؤال عليه، هل ده انتوا عملتوا كده عشان خاطر انتوا عارفين الاهلي بيلعب بالليل؟ فقال لك ان انا ما كنتش اعرف، ما اعرفش الاهلي بيلعب على ثاني ايه، واللي الشمس مش هو اللي هيخلي الفريق يكسب او يخسر، وان دي جت اختيارهم عادي خالص، ملوش اي علاقه بفكره ان الاهلي بيلعب بالنهار ولا بالليل. Mr. Didier, who do you think the four teams will be qualified to the semi final? Do you think Ahly and Zamalek could make it this year also?
Yeah, of course, they are a strong team. You are right to talk about Zamalek, because Zamalek is always at high level. It's a very strong team also. And I remember the last final of the Champions League. It was a very high level match. So I'm completely sure that these two teams can reach the last square of this competition. And we hope here at Dar es Salaam that we can do the same and go with these two teams in the semifinal, of course. طيب اترجم مع كده اساله اخر سؤال عشان خاطر نلحق احنا نتكلم شويه. بقول له مين الاربع فرق اللي تقدر ترشحهم ان هم يبقوا موجودين في المربع الذهبي، وهل الاهلي والزمالك قادرين مره ثانيه ان هم يبقوا موجودين في النهاية؟ قال لي طبعا الاهلي والزمالك بكل تاكيد يقدروا ان هم يكونوا موجودين. نادي الاهلي والزمالك من اقوى الفرق اللي موجوده في دوري الابطال، وهو على المستوى الشخصي بيتمنى ان هو يلحق بالاهلي والزمالك عشان يكون احد الاربع فرق اللي موجودين في المربع الذهبي. لا هو كده رد عليه خلاص، شكرا بقى. خلاص كده؟ كده رد عليه. طيب مستر دودي، ثانك يو سو ماتش فور بينج وذ اس اند جود لك، اند وي ويل سي يو فيري سون ان كايرو. ثانك يو سو ماتش. شكرا، بارك الله فيك. اوكي. طيب يعني انا يا جماعه بستغرب جدا من الناس اللي بتنتقد النادي الاهلي في ان هو خسر مباراه واحده فقط، وان هو قدر ان هو يحقق كل البطولات اللي موجوده. النادي الاهلي النادي الوحيد اللي انا اعتقد في العالم اللي بيتحاسب بالمباراه مش بالبطوله. لو جينا بصينا نلاقي الاهلي حقق بطوله دوري وكاس. ثانيه يا عمر، ثانيه، هسيبك تكمل. هو قال جمله واحده بس تلخص كل الكلمه اللي انت بتقولها. معجزه. هو قال ميركل عادها 3-4 مرات. ان احنا نكسبه دي معجزه. فده الراجل اللي هو المفروض كسب، اللي الناس بتقطع في النادي وتقطع في المدرب وتقطع في كل حاجه عشان ماتش. كمل بس، انا الكلمه شدت انتباهي جدا. انا بقول لك مستغرب جدا والله من الناس اللي بتتكلم عن النادي الاهلي وممكن تنتقد الاهلي بعد ما خسر مباراه، وبعد ما يخسر مباراه ان انت واخد كل البطولات، بطولات دوري وكاس ودوري ابطال افريقيا، محقق ميداليه برونزيه. ما حدش في العالم بيحاسب فريق على مباراة، الكل بيحاسب الفرق على البطولة. انت حققت بطولة ولا ما حققتش بطولة؟ بس يعني ايه، هنيجي ليها خلاص. بس انت طيب، انا بص عندي خبرين مهمين جدا عايز اقولهم وخلاص على كده، علشان بعد كده اروح لك. يعني باتشيكو من ضمن طلباته للموسم اللي جاي، احمد توفيق ومحمد ابراهيم. احمد توفيق حصل اتصال تليفوني ما بين باتشيكو واحمد توفيق لاعب نادي بيراميدز اللي عقده بينتهي في نهايه الموسم الحالي. لو تفتكروا حضراتكم في ولايه باتشيكو الاولى احمد توفيق لاعب معاه، وباتشيكو يعني قدم له رغبته في ان هو محتاجه السيزون اللي جاي، خصوصا ان اللاعب بيلعب في اكتر من مكان، وخصوصا ان اللاعب هيجي بدون اي مقابل لنادي الزمالك. محمد ابراهيم كانت بسبب الاداره اللي قبل كده، ولكن محمد ابراهيم باتشيكو بيتابعه، وكان اتكلم ان هو هيتابعه في خلال الموسم ده مع نادي مصر، مع نادي سيراميكا كليوباترا. وبناء عليه ممكن باتشيكو ياخد قرار بنسبه كبيره ان محمد ابراهيم يرجع مره تانية علشان يكون موجود في صفوف نادي الزمالك. انا بتكلم على اخبار ومعلومات وكواليس، ممكن الاخبار دي تتحقق وممكن ما تتحققش، لكن الاقرب اللي انا بقوله لكم الخيارات اللي موجوده بالنسبه لباتشيكو. يمكن موضوع تاني مهم جدا، الكابتن عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى عمل حاجه محترمه جدا النهارده، ان هو جمع الثلاث حراس واتكلم معاهم وفهمهم ان هو لازم الكل يتمرن، ولازم الكل ما حدش فيهم يتكلم عن موضوع المشاركه من عدمها. ده رقم واحد. رقم اتنين، طلب منهم ان هم لازم يهدوا الاجواء. تالت حاجه، ما حدش يكتب حاجه على السوشيال ميديا خالص ليها علاقه بالكوره. اللي عايز ينزل حاجه على السوشيال ميديا ينزلها في حياته الشخصيه، لكن الكوره والزمالك ما حدش ينزل حاجه خالص. ودي خطوه مهمه جدا عشان الزمالك عنده ثلاث حراس مهمين وكبار، وما ينفعش ابدا يكون في ازمه ما بينهم. وزي ما حضراتكم عرفتم امبارح، زي ما انا قلت، ان دايما كان في بعض الاعتراضات على مين يقعد احتياط ومين يلعب، لكن الكابتن عمرو لم الدنيا، وده شيء مطلوب جدا ونقدره من الكابتن عمرو عبد السلام. اخيرا، الزمالك لحد دلوقتي مضى عبد الله بكري، ولكن رافض طلباته الماليه. عبد الله طالب يمكن حوالي 9 مليون جنيه في الموسم، بتكلم نت يعني بدون ضرائب، والزمالك عرض عليه 5 مليون جنيه فقط لا غير. عبد الله شارط ال 9 مليون دول يكون منهم 50% مقدم تعاقد، وعبد الله يمكن النادي الزمالك رافض المبلغ ده والقيمه دي، وبالتالي عبد الله بكري محتاج ان هو يفكر علشان يشوف يا اما يقبل بعرض بيراميدز اللي ممكن يقدمه له في نهايه السيزون، ولا يقبل بالمبلغ اللي الزمالك قدمه له. طيب كده يا كابتن هيثم، انا خلصت ايه
معظم الاخبار اللي موجوده معايا او كل الاخبار الحمد لله. معلش طولت عليك. لا خليني بقى يعني عايز تعالى على موضوع ديدي جوميز، تعالى على موضوع الانتقاد لموسيماني، ولا عايز تتكلم في موضوع تاني كده تنكشني فيه؟ لا هو الاول ما عشان احنا نكشنا بعض قبل الهوا. بص يا عم، انت عارف ان انت عامل لي مشكله مع اصحابي واهلي والشارع والناس والمجتمع. طيب انت عارف ان انا الوجه الاخر للي انت بتعمله، واخد بالك؟ انا اللي بلبس في الاخر، واخد بالك؟ انت طيب وانا الشرير. لا بالعكس. دلوقتي صديقي اشرف وصديقي احمد وصديقي محمد الاهلاويه الناس دي كلها بعت لك رساله بسيطه جدا. انت اتكلمت على السيسي امبارح، مظبوط؟ تمام. وقلت ان هو اتكلمت وقلت ايه؟ قلت الاهلي يتعاقد معه؟ لا قلت الاهلي يتعاقد مع السيسي بعد نهايه عقده مع نادي السيسي. طب خليني عارف ثواني بس، خليني اقول لك وجهه نظرهم عشان اديك مساحه ترد زي ما انت عايز. الوجهه النظر الثانيه بتقول اولا الراجل لسه فاضل له اعاره في الاتحاد وفاضل له سنه مع الزمالك، كده فاضل له سنتين. أوكي. طيب ايه بقى الاستفاده ان احنا بنعلن عن الخبر زي ده دلوقتي؟ طيب صل على النبي عليه الصلاه والسلام. دلوقتي انا جاي لي خبر، انا راجل اعلام. تمام. الاعلام دايما الخبر لما يكون عندك طازه وتقوله بيكون فريش وبيكون حلو، بيروح للناس بصوره لطيفه، وانت بتكون اخذت انفراد رقم تمام. واحد تمام. رقم اتنين، انا لو ما قلتوش ايه الضرر في كده اللي ممكن يصيب الجمهور الاهلاوي وجمهور الزملكاوي؟ انا قلت دلوقتي ان اللاعب، انت خلي بالك في حاجه، دايما الجمهور بيشوف الكلام على السوشيال ميديا، ما بيتابعكش ويتفرج عليك او يشوف الفيديو. بمعنى دي حقيقة. سيسي قبل ما يطلع اعاره الاتحاد ما حدش جدد له عقده في الزمالك. ايوه انا عارف. ده رقم واحد. رقم اتنين، احد الوكلاء اوكي الجامدين في مصر تمام اتكلم معاه وقال له ما تجددش للزمالك اوكي علشان تمهيدا ليناير اللي جاي اوكي اللاعب يكون حدد وجهته. انا قلت امبارح 60% اهلي 40% اوروبا. استنى بس، انا عرفت كمان معلومه اه ان هم حاولوا يجددوا له في الاعاره شغاله تمام، وما يعني مركز الزمالك ما ينفعش لو تاخد بالك انت كنت موجود في الاهلي كنت قبل ما بطلع لعيب اعاره كنت بتعمل ايه؟ لازم 3 4 سنين قدام على الاقل السنه الاعاره دي يجددها بالظبط كده. ولكن زي ما انا بقول لك توقيته خبر جالي انا انا كراجل اعلامي. على فكره الكابتن سيف زاهر بيطلع يقول خبر، كابتن احمد شوبير بيطلع يقول خبر، ابراهيم فاق بيطلع يقول خبر، هاني حتحوت بيطلع يقول خبر، كلهم بيطلعوا يقولوا اخبار. ولكن يعني انا شايفها ان 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 دي بتكون شطاره من الواحد، ان دايما لما بيكون عارف الكواليس وبيطلع اخبار. وبعدين انا قلت الخبر ازاي؟ قلت الخبر ان بعد ما يخلص عقده مع الزمالك لا بغلط في حد ولا بقلل من حد ولا دايما بقول حاجه تضر حد، فدايما الناس ممكن تكون تتصيد لك الاخطاء. عندي مشكله في خبر زي كده، انا هتكلم معاك بصراحه. تمام. انا هتبقى اخر حلقه قول لي وانا عندي مشكله. لا لا لا. انا وانت عارفين لعيب الكوره بيتغير ما بين يوم وليله. انا فاهم ان ده خبر وجالك وانت لازم تقوله، بس هو منطقيا انا وانت مش عارفين سيسي هيبقى بعد سنتين فين. الكوره ماتشين ثلاثه بيغيروا لعيب. تاني حاجه، انت عندك خمس او اربع افارقه في الاهلي وفي ناس اعاره بره والكلام ده كله. ما عندكش حد اعاره، بادجي وهيتباع. هل الخمسه اللي موجودين او الاربعه اللي موجودين دلوقتي دول هيبقوا موجودين كمان سنتين؟ انا باكد لك ان فيهم ناس مش هتبقى موجوده. ده اللي انا بتكلم فيه. ماشي، ده اللي انا بتكلم فيه. هو خبر غريب. مش ما هو دلوقتي انت عندك لما يكون عارف معلومه عندك مصر والكلام ده. انا فاهم ان المعلومه جايلك من حد تقيل. انا فاهم، مش كمان حد تقيل. انا الكلام دايما في بعض الكلام انت ممكن يكون مثلا كلام حصل قدامي. ايوه انا بستاذن الشخص، انا ممكن اقوله ولا مش ممكن اقوله، يقول لي قول بس شيلني من القصه. انا بشهد حفاظا على ان مثلا يعني علاقاتي وشكلي ومنظري ما تقولش اسمه. قلت له حاضر مش هقول اسمه. انا بشهد بحاجه انا شخصيا شفتها. كنت انت قايل خبر على الزمالك من غير نخش في التفاصيل، وانا كنت معاك. مكالمه كانت قدام والتفاصيل، انا يعني كنت بعيد عن المكالمه. بس انت اللي قايل لك، هم الناس بتقول ان انت الفت الخبر، بس انا بشهد ان احيانا المصدر هو اللي بيقول بس ما تقدرش تقول. انت عارف ايه الفكره فين؟ للاسف جمهور الاهلي والزمالك ده بيحب النادي قوي وده بيحب النادي قوي، فدايما مش عايزك تتكلم. على فكره افهمك على حاجه، في فرق بين ان انا اطلع اقول خبر واقول وجهه نظري، في فرق ان انا اطلع اقول خبر بس من غير ما اقول وجهه نظري، اقول خبر بس من غير ما اقول وجهه نظري عشان ما حدش يزعل مني. يعني انا لما بطلع اقول الاهلي يتعاقد مع رزاق السيسي وشرحت الموضوع كده، طبيعي جدا ان الناس تبقى فاهمه ابعاد الموضوع اتخذ في ناحيه الثانيه. ان عمر قال ان سيسير جاي للاهلي الموسم اللي جاي، ازاي وماضي سنتين وطلعوني ما بفهمش حاجه؟ طبعا ما بفهمش حاجه لو قلت كده. الحاجه الثانيه ان هو انت عارف فاضل له سنتين. تمام. طبيعي جدا. واللعيب زي ما انا بقول لك ما تمددلوش عقده، وفي نفس الوقت اللاعب مكسر الدنيا جدا في الدوري المصري. واللاعب انت عارف ان دايما يعني الاهلي والزمالك هم شاغلين على الحته دي، الزمالك ياخد من الاهلي والاهلي ياخد من الزمالك. دي بتبقى بس مش ست شهور يا عمر، مش ست شهور، سنتين. سنة ونص حاجات كتيرة ممكن تتغير. بص
احنا كوره علمتنا ان انا دايما بتكلم على الواقع اللي انا شايفه زي ما انت قلت في يوم وليله ممكن حاجه تتغير يعني. انا قلت مثلا خبر تاني قلت ان فرجاني ساسي اتفق مع الدحيل خلوها عمر قال فرجاني اتعاقد مع الدحيل انا مش اتعاقد متفق تمام فانا بس بفهمك ان دايما تصريحاتك ممكن تتحرف حرف يتحط مكان حرف فيشقلب الجمله كلها فيطلعك قدام الناس ان انت واحد اتنين تلاتة اربعة في الاول وفي الاخر انا عامل تشالنج عامل تحدي اي حد من الناس اللي بتعترض على شكل الاخبار تيجي تقعد هنا مكاني وتقول الخبر بالشكل اللي هي عايزه والله وانا اكون فرحان جدا لكن الشغلانه دي من اصعب الشغلانات اللي موجوده في العالم انت عارف كده كويس أنا تحت ضغط وبتتعرض لاهانه وان انت ناس تتلفظ وتتعدى حدودها في الاهل وفي شخصك حاجات كتيره جدا فانت تخيل بقى اخواتك واصحابك لما يخشوا يقروا ويسمعوا الالفاظ اللي ممكن تتقال عليك فمش عايز بس عمر انت هتفضل مهما عملت اعلام وانا عارف ان انت يعني ايه هتتقبلها مني الناس عشان الحاج بابا جداً. عشان باباك كابتن والاهلي وان انت ابن النادي والكلام ده كله فالناس دايما هتقول لك جمله انا عارف ان انت بتحاول تعمل الحياديه في الاعلام بتاعك لكن الناس تقول لك دايما ايه بس في اخبار انت ممكن تستناها عشان ما تضربش استقرار النادي عشان ما تضربش الكلام ده كله بيتقال عشان اكون امين جدا معاك لا الكل مش ده مش ليا ده الكل الناس طب انا عايزك انت بس عايزك سؤال عشان نقفل الموضوع بس هم واخدين حته الاهلي زاد عندك هل انت شايف ان انا واحد بيكون عندي مثلا اجندات او تصفيات حسابات مع حد انت عمرك ما واجهتني انا شخصيا في اي حاجه اقدر اشوفها تاني حاجه ده بقى كتيره لا ما اصل انا شفت حاجات كتيره تمام ابقى اقول لك على حاجه بامانه انا شفت حاجات كتيره جدا لو انا قاعد على لا اقول اوه في حاجه غلط بالزبط. بس لما انا شفت طبعا فعارف فانت انت 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 لما بدا يعني الموضوع لما انت رجليك بتاخد انت بقيت عارف الدنيا ايوه طيب انا كنت بتكلم على فكره موسيماني وان الناس تنتقد النادي الاهلي على خساره المباراه بالرغم من فوزه بكل البطولات تمام وانه بيتعامل بالقطعه مش بالبطوله عكس كل الانديه اللي موجوده في العالم هل انت عندك وجهه نظر في الكلام ده اسمح لي اقول لك ان هو الراجل يتحمل بكل ما تعنيه الكلمه مسؤوليه الماتش الاخير تمام اخطاء في التغيير اخطاء في الـ في الـ في التشكيل تمام بس ده ماتش باير ميونخ بعد كاس العالم للانديه كان في ماتشين مع فرقه وسط الجدول واخر الجدول اتعادل ماتش وخسر ماتش صحيح تمام فهي وارده بس هي في نقطه هنا واخد بالك الهجوم مبالغ فيه حبتين بس عايز افكركم الراجل لعب 26 مباراه تمام اتغلب ماتشين ماتش باير وماتش سيمبا تمام تاني حاجه ثالث عام للانديه كاس افريقيا الكاس تالت حاجه اعتقد راجل من السنه اللي فاتت خد الوداد رايح جاي بعد كده كسب الزمالك بعد كده كسب ماتشين الدور 32 بعد كده كسب الهلال ست ماتشات افريقيه ورا بعض تمام وخلينا اعترف ان في ناس كتير بس ده عشان طموح الاهلاويه وان هم اتعودوا على حاجه معينه تمام في ناس كتير غير راضيه على بعض الماتشات الاخيره تمام للتكتكس بتاعته واللي بيحصل في الملعب وبعض التغييرات تمام بس يعني مفيش مدرب ما عندوش هفوات مفيش مدرب ما عندوش اخطاء انا ما شفتهاش في حياتي ففكره ان انت تطالب بتغييره لمجرد ان هو خسر ماتش ايوه في حاجات محتاجه تتعدل ومن على فكره ومن حقك تنتقد انا ما عنديش مشاكل في الانتقاد انا شخصيا منتقد لان انت انا ما ابقى كويس لازم تسقف لي ولما بوحش هتنتقدني مفيش مشاكل انا حتى الناس اللي بتعمل يعني ان هم زي ما بيقولوا كده الوصايا على الاهلي او الكلام ده كله ما حدش يكلم لا انتقد مش مشاكل خالص دي كوره تمام لكن الانتقاد لوصف ان هو فاشل او الانتقاد ان هو لازم يتغير او انا بصراحه مستغرب طب انا مرايتك زي ما انت قلت زي ما انت بتنقل الاخبار اللي موجوده هنقل لك وجهه نظر الناس شو. عندها مشكله في حاجه احنا اتكلمنا عن ناس اللي تنتقد النادي الاهلي بشكل عام انا بتكلم بقى على الاهلاويه اللي كلامهم انا حللته وقريته وسمعته على السوشيال ميديا من خلال يعني تويترز وانستجرام الناس عندها مشكله في ان النادي الاهلي بقيمه النادي الاهلي يروح يدافع يلعب بالثلاثة ديفندرز من البداية تمام ملعبش كرة هجومية يكون متراجع كل الكلام ده أثر في نفسية الناس اللي بتحب النادي الأهلي تمام فالموضوع بالنسبة لهم ما كانش أحسن حاجة عشان كده بس بقول لك بس أنا عايزك تأجل بقى الإجابة لحد ما نطلع فاصل علشان خاطر لازم نطلع فاصل مهم جدا ينسون تاني ونرجع ونجيب لك ينسون وبعد الفاصل نرجع نكمل مع الكابتن هيثم عرفة برحب بحضراتكم من جديد فاكرين السؤال ولا عيده؟ سؤال سألته للكابتن هيثم وقلت له الناس زعلانة من ان النادي الاهلي ما لعبش بكره هجوميه لعب بثلاثه ديفندرز في نص الملعب وناس كان دايما مستنيه ان الاهلي لما يروح يلعب بره ملعبه بعد ما حقق لقب بطوله دوري ابطال افريقيا ليه دافع ما عندوش حاجه النادي الاهلي عشان يخاف منها وسيمبا مع كامل احترامنا فريق متواضع فاكر 2006 في مانويل جوزيه يس فاكرين طبعا كلنا بعد ما رجعنا عملنا ايه مع الاسماعيلي اتغلبنا 3-0 فاكر طيب اللي انا عايز اقوله للناس ان مفيش اهلاوي ما تحرقش دمه في الماتش
مفيش اهلاوي ما كانش متضايق. في ناس كتيره كانت مستغربه جدا من ثلاثه ديفندر في وسط الملعب وحتى التغييرات كانت غريبه يعني كلنا كنا مستائين تمام. بس ما ينفعش تبوظ الراجل وتبوظ كل اللي عمله لمجرد ماتش. دور بقى اللجنه الفنيه والكابتن خطيب والناس اللي موجوده ان هم يقعدوا مع الراجل لو الموضوع استمر على كده ايه اللي بيحصل؟ ايه الغلط اللي بس ده حصل. كابتن خطيب قعد مش مفروض ان هو يتعلن عنه اصلا ايه اللي حصل في الاوضه المغلقه ده المفروض يعني لا هو محدش اتكلم بس طبعا بشكل عام اكيد الكابتن خطيب طالما قعد مع الجهاز الفني واللعيبه يبقى اكيد عنده استياء. بص نفس القصه في الزمالك وفي الاسماعيلي وفي كل الانديه لما رئيس النادي يوصل بيه الحل هيثم ان هو يروح يقعد مع اللعيبه اكيد طبعا بيكون عنده استياء. طبعا المدرب سمى نفسه بيقول لك راجل بيقول لك معجزه هو ملكة. هو نزل الماتش مش متوقع ان هو ان الاهلي يلعب بالشكل ده تمام. بس برجع واكرر للمره الالف تمام. الراجل بدايته معانا كويسه جدا عمل نتائج كويسه جدا. احنا الاهلي مش المنظومه اللي بتحاسب بالقطعه تمام. في اداره شغاله على الموضوع دوت. السوشيال ميديا من حقها تنتقد. انا مش شايف اي عيب للسوشيال ميديا ولا حد واصي عليها. حقك زي ما انت بتسقف له وقت ما بيكسب كلنا كده وده وارد تمام. لكن المقارنات ممكن اسالك سؤال في المقارنات قول. قبل ما اقارن موسيماني بفالير زي ما انا كنت عايز اسالك او زي ما الناس بتسال ليه ناس تنتقد موسيماني؟ فكره انتقاد بيتسو موسيماني هل ليه علاقه علشان هو مدرب مثلا مش الماني مش هولندي مش اسباني وان هو من قاره افريقيا فاحنا شايفين ان قاره افريقيا والنادي الاهلي الموضوع يعني صعب ان الاثنين يتلاقوا مع بعض؟ بص انا هاخد الحته بعد شويه انا ملاحظ ان الكام يوم اللي فاتوا في كلمه عنصريه دخلت. انا الحقيقه مش فاهم يعني ايه عنصريه أو يعني ايه عنصريه يعني اصل اللي بيقول الناس مش عايزينه فيها عنصريه. فكره ان انت تنتقد مدرب دي فيها عنصريه دي فكره هبله جدا لان مفيش مدرب جه في مصر ولا في العالم كله ما بيتمش انتقاده. لا الموضوع مش عنصريه خالص ده اتقال يعني بس احنا بنسمع بس ما هو في ناس ايوه في ناس بتاخد المواضيع بطريقه اكبر من ان هي كوره عنصريه. ما هو مش فاهم معناها طيب. مش فاهم معناها عنصريه دي لون وحاجات كتير وديانه وحاجات مالهاش علاقه خالص بالكوره ده. ايوه ما هي دي هتشال بعد كده. لا لا انا مش قصدي انا بتكلم عن الناس اللي بتفكر بالمنطق ده. ايوه بس دي حقيقه مستحيل طبعا دي حقيقه. انا مش شايف ان واحد قاعد على الشاشه بيتكلم على موسيماني وبينتقده فهو عنصري ضده. انا مع حاجه تانية ان في بعض المدربين في مصر مستكترين ان مدرب افريقي يعمل نجاحات مع الاهلي مع ممكن مدرب مصري ياخدها. بس هم مش مدربين هم محللين. محللين سوري. أيوة محللين. تمام مفيش. انا مش شفتش مدرب ينتقد مدرب على الهوا على الهوا يعني مدرب ماسك. حضرتك ما تتفرجش على القناه الثانيه؟ لحظه بس بالراحه. مش مدربين القناه الثانيه مش مدربين يا كابتن هيثم. بس فيهم مدربين يعني معلش مع احترامي لا فيهم مدربين. لا يعني مثلا ما تجيش تقول لي مثلا الكابتن حسن شحاته بينتقد موسيماني. لا كابتن حسن شحاته موزون مثلا بيعرف يقول ايه وما يقولش ايه. فانا بتكلم على ناس مدربين يعني انا تمام. بتكلم على مدرب بحقه حقيقي لا. تمام مدرب اشتغل تمام لكن مع كامل احترامنا طبعا عشان بس ايه مع كامل الاحترام والتقدير لاي حد كلهم فوق دماغنا لكن مع احترامي هم الفتره الاخيره محللين وليسوا مدربين. معلش انا اسف هو مدرب لا انا برضو هختلف معك لو سمح لي يعني. طبعا لازم تمام؟ تختلف لا مش لازم تأجري تو ديس اجري يس. في منهم كتير يعني في حد قريب قال انا احسن مدرب في مصر وهي التدريب تمام وده حقه ان هو يفكر انه كده وغيره 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 وهما بيقعدوا ينتقدوا. ثواني بس هو الكلام بفلوس ماشي بس مدربين هيثم بيه بس مدربين يا باشا مدربين لا حول ولا قوه. ايوه انت ما بتعتبرهمش مدربين بس هما في الحقيقه مدربين. ما معنى كلمه مدرب؟ انا فاهم ان انت مش مقتنع بيهم ده موضوع تاني هو بس انا الواحد اللي مش مقتنع بيهم ماشي عم ما تضايقنيش ماشي ما لازم اختلف معاك عادي براحتك. لا بهزر بص اوكي خلينا نتفق انا وانت ان انتقاد اي حد في الاهلي وفي الزمالك بيعمل ترند وبيعمل مشاهده فدي حته موجوده انا وانت عارفين ان دي حته موجوده صحيح. تمام بس هو في ناس فعلا يعني واقفين الراجل على الواحده. عايز بقى تقول لهم محللين تقول لهم مدربين تقول لهم كل حاجه. انا بقول لك اهوت وقعدت اول ما سالتني على السؤال قلت لك هو بيشيل المباراه من الف يعني من اولها لاخرها تمام. بس عمل ماتشات تانية كويسه جدا وعمل نتائج كويسه جدا. الحساب بالقطع انا مستغربه جدا. المقارنات غريبه جدا. الموضوع مأفور حبتين بس الاهلاويه فيهم حاجه بيخافوا على الفرقه زي ما كانوا بيخافوا على الفرقه بتاعتهم. بس هي الفكره كلها ان هو ايه شايف اخطاء. لو الاخطاء دي موجوده ماتش واثنين وثلاثه بيبدا يقلق لانك انت ما بتصلحش الاخطاء فبيبدا الانتقادات. ده موضوع عادي لكن فكره انك تشيل مدرب لمجرد خساره مباراه ولا وان شاء الله الاهلي هيصعد كمان ان شاء الله كمان. طيب خلينا اسالك عن المقارنات اللي موجوده انا شفتها وعشتها وكنت بحب اقرا. على فكره انا عمري في حياتي ما بعلق ولا بقول كومنت على السوشيال ميديا. جمهور الاهلي لا انا بجد انا عمري في حياتي ما بقول كومنت ولا بعلق حتى على اصحابي على الفيسبوك حتى على الواتساب
ما بحبش اتكلم دايما على الملا، بحب اتكلم دايما بايه في برنامج، ولكن بعض المقارنات اللي سالوني عليها اصحابي واللي انا شفتها على السوشيال ميديا، ايه الفرق ما بين فايلر وموسيماني؟ وبدا ان هم يقولوا ان فايلر كان عنده شخصيه هجوميه وكان بيهاجم وكان جريء وكان وقدر ان هو يفوز على موسيماني في لقاء سان داونز والنادي الاهلي، فالناس بدات تقارن. فانا لو سالتك نفس السؤال بس كهيثم عرابي، تمام، ما هو الفارق ما بين موسيماني وريني فايلر؟ طبعا اولا انا رافض السؤال بكل ما تعنيه الكلمه. شكرا يا استاذ هيثم. تمام. وهقول لك ليه، انا عارف الاهلاويه هيزعلوا مني بس انا هقول رايي بكل صراحه. تمام. فايلر ما حدش مشاه، هو اللي مشى. انا عارف انت عايز تقارن، بس انا مش هقارن لسبب واحد بس، لان الطريقه اللي مشى بيها ما عجبتنيش. تاني حاجه، الراجل قبل الكورونا الناس كلها قاعده تقول لك الراجل قبل الكورونا كان عامل فرقه، الراجل كان ماشي كويس ما حدش قال حاجه، وبعد الكورونا ايه اللي حصل؟ ايه الطريقه اللي هو مشى بيها؟ ما كانتش فيها اي احترافيه من اي نوع، واي واحد يعرف الكواليس يعرف كده. انا بالنسبه لي الاهلي عندي كبير كبير قوي ان اي حد يعمل معاه كده، فمجرد ما حد بيعمل معاه كده انا مش شايفه، فبالتالي انا مش شايفه تمام، لان احنا هنجيب احسن مدربين في العالم كله، الاهلي اسم كبير جدا، فبالتالي انا مش هحطه في اي مقارنه، واخد بالك؟ لان موسيماني احترم النادي، او الراجل من حقه عشان اسرته وعشان عيلته وعشان الكلام ده كله، مش بشكل. وعلى فكره فايلر مدرب هايل ومدرب كويس جدا، لكن كنت اتمنى وكنت احترمه جدا ان هو كان يشتغل زي ما جه من البدايه للنهايه. الراجل مجرد ما حصل الاختلاف بينه وبين الاداره، فكره ان هو عايز يمشي والعقد والكلام ده كله، في انا وانت عارفين ان في ايام كان بيروح عامله ازاي الملعب متاخر، لا مش عارف ايه، لا في حاجات صغيره مش عايز اتكلم فيها. ما كانش عنده نفس الحماسه زي ما كان في الاول. تاني حاجه، الناس اللي بتقارن، بس عشان الناس ما تقولش ان انا بهرب من السؤال. أوكي. طب ما تشوف نتائجه في افريقيا، هو طلع كام؟ كان مش طالع تاني؟ وشوف نتائجه في افريقيا بره الملعب كانت عامله ازاي؟ يعني ما وبعرضه على فكره مدرب هايل بس له فوات، ما فيش مدرب ملوش فوات. ففكره ان انت تقرر الراجل، وبعدين مره تانية للمره الالف، مدرب كويس اهو، مدرب هايل، عشان ما تقولوش انا بقطع فرق، مدرب هايل، بس انا دلوقتي معايا موسيماني ماشي كويس وبيحترم النادي وعارف تاريخه، مع ان بعد في تصريحين ثلاثه كده ما عجبونيش، عشان اتكلم معاك بصراحه برضو. تمام. في موسيماني احيانا بيبقى محتاج ايه، انت بتتكلم على الاهلي خلي بالك، واخد بالك؟ لكن في النقطه يعني ايه، انا مش شايف وجه مقارنه دلوقتي ايه خالص. وبعدين في نقطه كمان مهمه جدا، يعني احنا داخلين على ماتشات صعبه جدا لابعد الحدود، مستحيل التغيير دلوقتي، فكل الدعم للراجل ولازم كلنا نقف في ظهره طول ما الاداره شايفه ان هو موجود، طول ما احنا واقفين في ظهره. انتقد عادي، انا مش محدش واصل، انا مش واصي عليك ومحدش واصي عليك، انتقد زي ما انت عايز بس ما تذبحش، دي كوره في الاخر. انا وانت ممكن نكون شايفين لعيب كويس وشايفين اللعيب التاني وحش عادي خالص، شايفين التكتيك غلط تشكيل غلط، وارد من كل انديه العالم. بس طيب انا دلوقتي لو يعني عايز اروح معاك كده لسؤال مهم وتجاوب عليه قبل ما نروح لنادي الزمالك، عشان انا مش عايز دلوقتي يجري واحنا بنتكلم على ملف واحد. لو فايلر عرض على الاهلي ان هو يبقى موجود مره تانية، توافق ولا ترفض؟ انا لو انا صاحب قرار، لا الطريقه اللي مشى بيها ما عجبتنيش خالص، ما عجبتكش؟ لا قولا واحدا، مع ان انا مقتنع ان هو مدرب كويس. مقتنع؟ طبعا. طيب بس انا يعني برضو عندي نقطه. بص يا عمر، انا دايما بقول الجمله دي اللي ومع اي لعيب، احنا الاهلي ما بيفرضش نفسه على حد، الانديه الكبار ما بتفرضش نفسها على حد، انت اللي بتبقى عايز، انت اللي بتعمل تاريخ لما بتلبس التيشيرت بتاعي، انت اللي بتعمل تاريخ لما اسمك بيجي جنبي، مين كان يعرفك؟ مين كان يعرفك؟ محدش كان يعرفك. صحيح. عرفوك عشان خاطر اسم الاهلي، عرفوك عشان خاطر اسم النادي الاحسن نادي في افريقيا. صحيح. بيجي لك اوفرز في اماكن ثانيه. صحيح. انت ما قدرتش كل ده. صحيح. انت في لحظه واحده بس مع بعض النتائج الايجابيه اللي انت كنت عاملها، كان جاي لك اوفرز في الخليج، وبدات الناس كلها تتكلم على اوفر من الامارات والسعوديه والكلام ده كله. تمام. واسمك بيكبر في بلدك والكلام ده كله. الاهلي اللي عمل ده. يعني انا في رايي ان الاهلي اللي بيعمل كل ده. انت عارف ايسام، الفكره انت قلت حاجه كده في النص يعني لفتت انتباهي وفعلا فكرت فيها، قلت ان فعلا الواحد مش بيقول كل الاخبار، لو قال كل الاخبار يعني احنا بنقول 10%، فما بالك لو قلنا 100%؟ يعني مثلا قلت انت، انا عارف هتمسكها لي، فايلر لا فايلر كان بيروح تمرين شكله عامل ازاي؟ انت عارف ان في الاهلي وفي الزمالك وفي كل انديه احنا عندنا اخبار كتيره جدا، بس ما ينفعش نطلع منها حاجه. تمام. حفاظا على العلاقات اللي بيننا وبين الانديه. تمام. حفاظا على علاقاتنا بيننا وبين اللعيبه، حفاظا على الجمهور اللي ممكن يطلع، احنا بنقول اللي ينفع يتقال، ودي حط تحتها مليار. من وجهه نظرك انت، وهم بيختلفوا في ده. تمام. وهيفضل انا بس بفهمك. طبعا يعني انا معاك، انا عارف. يعني مثلا انا عايز اروح معاك مثلا لايه، استنى يا عمر بس انا بكمل. انت عيل لي ثلاث اخبار كارثيه
الاسبوع اللي فات وموتش منهم ولا واحد، وموتش منهم ولا واحد والله العظيم. انا بره الهوا كنت قاعد معاك فاكر قلت لك ايه، والنبي ما انت قايل عشان خاطري ما تقولش. ما قلتش عارف ليه. وعلى فكره كان منهم على الزمالك ومنهم على الاهلي عشان بس ما حدش يفهم كده بقى قاعد بقول صعب. طيب انا دلوقتي مثلا عايز اتكلم معاك واقول لك ان يعني اتكلمت في الاهلي في بطوله افريقيا، عايزك تقول لي قلقان على الاهلي في افريقيا؟ لا ان شاء الله مع فيتك ان شاء الله نعمل نتيجه كويسه. الزمالك قلقان عليه في افريقيا؟ بص كان بيبقى في مشكله لو ماتش الترجي والمولوديه ما حصلش فيه التعادل ده، ده فرصه كبيره جدا للزمالك، بس عندهم مشكله التهديف. تهديف ماتشين بدون اي اهداف في دوري ابطال افريقيا منذ رحيل مصطفى محمد. الزمالك صفر من الاهداف في دوري ابطال افريقيا. هل انت شايف المشكله في ان اسامه فيصل او مروان حمدي محتاجين مساحه اكبر عشان ينسجموا؟ خبره قليله جدا ومش هتيجي من الخبره يا هيثم. ماتشات ولازم تصبروا عليهم. صبر لازم تصبروا عليهم. اللي عايز يعمل لعيب لازم يصبر عليه، لازم يتحمل اخطاء في الاول عشان يدي لك بعد كده. مصطفى ما كانش كده في البدايه، النجوم الكبار ما كانوش كده في البدايه، دي سنه الكوره، لازم تصبر شويه. المشكله بقى ان الفرق الكبيره ما عندهاش صبر، لان ماتش ضاع الموضوع خلص. زهقت من موضوع سؤالي كل حلقه عن فرجاني ساسي ولا انت مش عايز اسالك خالص؟ عشان خاطر انا كدوري لازم اسالك. انت كونك عايزنا تشتم كل حلقه، ما انت كل ما تسالني عليه هم بيشتموني. طب اعمل ايه؟ طيب طب انا احكي لك حاجه طريفه، مع ان انا بحترم جمهور الزمالك جدا بس مش عارف ايه. بص يا سيدي، انا ماتش فنربخشة وجلطة سراي تمام خلص 1-0. مين اللي جاب الجون؟ مصطفى. مصطفى محمد. مين كان بيتفرج على الماتش هناك؟ فرجاني ساسي. مصطفى محمد نزل الصوره على الانستجرام اول امبارح او امبارح. تمام. انا بعد الماتش كتبت ان وش فرجاني ساسي حلو على مصطفى محمد، ويا ريت بقى كل ماتش مهم يروح له يتفرج عليه. طبعا ايه اللي حصل فيا؟ ما فيش حاجه، ده اول حاجه كويسه. لا نعم شتمت طبعا. طب ليه؟ فحد عزيز عليا جدا كلمني قال لي شيل البوست. قلت له حاضر. شلت البوست بس انا مش شايف البوست. استنى بس. فبعد كده مصطفى نزل الصوره امبارح. تمام. فاللي انا عايز اقول لك، اللي انا قلته الله اعلم بقى كان مسافر يتفرج على الماتش. بس قريت بعض التصاريح النهارده او التصريحات ان هو في كلام على ان فرجاني يروح للدوري التركي، لكن انا دايما ما بحبش ان انا اخش في الحته دي. طيب قول لي قول لي اللي انا هقوله ده. اتكلم. كابتن ميدو. تمام تمام. انا من الناس اللي بتحترمه جدا طبعا اكيد طبعا. احنا قعدنا هنا واتكلمنا على فرجاني ساسي. انت سالتني السؤال وانا رديت. انا قاعد فلقيت حد مشير كليب للكابتن ميدو بيتكلم فيه على فرجاني فيديو ساسي. في الحلقه يعني. نفس اللي احنا قلناه بس باسلوبه هو. احنا قلنا ردينا باسلوبنا هو رد على موضوع وضح على موضوع التيشيرتات. على موضوع التيشيرتات اوكي. بنتكلم على موضوع التيشيرتات. نفس الكلام. رد عقلاني جدا بس هو راجل زملكاوي خايف على النادي بتاعه. بس الجمهور بياخدها ان انا راجل اهلاوي فانا بقول كده عشان عايز بعمل مشاكل وخلاص، مع ان هو نفس الرد. هو رد محترم جدا. وعلى فكره معلش، في حد في مصر ممكن يزعل ان ميدو بيحب بيحب الزمالك؟ لا طبعا. مش حد يقدر يزعل حاجه زي كده. ولا حد يقدر يزعل انك بتحب الاهلي. اكيد طبعا. اكيد طبعا. بس يعني انا اسالك سؤال، انا هقول لك على حاجه ثانيه. الفكره كلها في ان دايما اي حد عاقل واي حد موجود على منصة الإعلام ودايما موجود جوه مؤسسة الكورة. أنا ممكن أبقى واحد من الجمهور فأقول لك إيه يعني موضوع التيشيرتات، لكن أنت لو راجل بتفكر جوه المنظومة مستحيل، عيب، ما ينفعش. هو قال كده. ما ينفعش. أنت عارف أنت كان إحنا لما قلنا كده إيه اللي حصل؟ عبد اللطيف كان موجود معايا إمبارح. قال لي ممكن بعد ما يمضي يعمل كده. بس بعد ما يمضي إيه اللي حصل؟ نطرح كل التيشيرتات مش واحد بس. حلو. إيه اللي حصل فينا بعد الحلقة؟ لا إحنا بنتهاجم. مش لا ما كانش هجوم، كان قلة أدب. ما كانش هجوم. لا انا هقول لك على حاجه. أقول. والله ولا بقرا واحد كومنت من الكومنتات. لا انا بص انت عارف انا عندي ادمنز على الفيسبوك وناس ماسكه البيج، فدايما انا يعني قليل لما بتعامل على السوشيال ميديا، فدايما مريح دماغي يعني اي حاجه فيها تجاوز عشان اريح الناس. انا لا بقرا ولا باخد بالي. الحلقه خلصت اروح على البيت يعني اقعد شويه وانام وشكرا على كده. لا. والحلقه اللي بعديها واللي بعديها واللي بعديها. انا مش حاطط ادمنز، انا الراجل اللي ماسك الاكونت بتاعتي. وعايز اقول لك ان انا بتقبل شتيمه جديده من نوعها، بتعلم لغه جديده باللي بيحصل بعد كل حلقه، خاصه في موضوع فرجاني ساسي. بس نرجع ونتكلم. هنقول راينا يعني خلاص. انت مش هتخش جوه نيتي، واخد بالك؟ موضوع فرجاني موضوع بسيط جدا. انا عايز اسال سؤال في موضوع فرجاني. هو ما جددش لحد دلوقتي ليه؟ طب ممكن اسالك سؤال تاني. هل دلوقتي فعلا لو حد عنده نيه مبيته ان هو يمضي ويبقى موجود مع فريق، هل ممكن يسيب يعني يسيب الوقت ده كله عشان ياخد فيه القرار، ولا هو اللعيب ده مقرر ان هو يبقى موجود في حته تانيه؟ الموضوع مادي بحت. واللي هو الغير كده مقرر ان هو يبقى موجود في حته تانيه. الموضوع مادي بحت. أوكي. بمعنى ان هو لو جاله فلوس زياده هيروح للمكان اللي فيه فلوس زياده. ومع على فكره مش فرجاني بس، في لعيبه في كل انديه مصر. وفي لعيبه في كل انديه العالم بتحسبها بالشكل ده. طب ممكن لو قارنا موضوع فرجاني ساسي باحمد فتحي، هل الاثنين شبه بعض؟ يعني ان اداره الزمالك هتستغل وجود فرجاني ساسي لحد نهايه الوقت حتى لو ما جددش. احمد فتحي كان ماضي في بيراميدز والاهلي كمل معاه لنهايه السيزون. هل الاثنين زي بعض؟ احمد بالنسبه له حساباته كانت واضحه جدا. موضوع مادي، قعد ما عجبوش الفلوس اللي الاهلي عرضت عليه، خد موضوع بيراميدز بس.
بس هو احمد فتحي قبل ما يعني لحد اخر وقت كان في كلام ان هو ممكن يتنازل وان هو ممكن يرجع الاهلي. الكلام اللي بيتقال انا بقول لك الكلام اللي بيتقال انا ما عنديش معلومه صحيحه 100% في موضوع احمد فتحي، بس انا بقارن الموقفين. بص مره ثانيه الموضوع بالنسبه لاحمد كان فلوس بحت بسبب هو الراجل حسب انا عندي كام سنه، هو عنده احمد عنده كام سنه 34؟ لا احمد عنده 34 كام؟ احمد 36 36 سوري عنده 36 سنه، قال لك ده اخر ديل هعمله. فهو حسبها ماديا بس مش اكتر من كده. بالنسبه لفرجاني تمام الموضوع سايب لنفسه مساحه ان هو يجي له عروض بس مش اكتر، ده رايي الشخصي. طب انا هقول لك على حاجه، بص انا وانا انت قلت خبر تقريبا ان هو تم الاتفاق ما مضاش. ايوه تفرق ما بين اتفق، ما انا خلاص اتعلمت بقى اتفق ومضى اتفق، يعني انا قعدت مع ناس واتفقت معاهم على دي ممكن يبوظ بس هو اتفق، واتفق ان ياخد 50% واتفق ان ياخد في الموسم 30 3 مليون يورو. طيب هقول لك على حاجه تانية في الزمالك عشان خاطر الفتره اللي جايه الزمالك محتاج ان هو يحمي لعيبته، محتاج ان هو يجدد كل العقود او معظم العقود اللي موجوده عشان يحمي لعيبته. عنده اثنين لعيبه مهمين جدا، انا عايزك تقول لي وجهه نظرك في ازاي ممكن الزمالك يتعامل معاهم. عبد الله جمعه عقده يخلص في نفس وقت عقد رزاز سيسي جون 2022، اشرف بن شرقي جون 2022. عنده اثنين لعيبه مهمين جدا 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 نادي الزمالك لو صبر لحد نهايه السيزون هيفتح على نفسه فتحه جديده، ويبقى الموضوع بدل ما فرجاني ساسي هيبقى ساسي وعبد الله واشرف بن شرقي. عبد الله بيحاول ان هم يجددوا معاه بمبلغ حوالي 4 مليون، هو رفض عشان هو بياخد دلوقتي 1,300,000. انا بقول لك الارقام. اشرف بن شرقي موضوع لسه بالنسبه له ما حدش اتكلم معاه بس بيحاولوا. فانت دلوقتي شايف ايه عشان الزمالك يقدر يحافظ على لعيبته؟ طب انا يعني يا جماعه بعد اللي انت قلته ده عايز تروح تجدد لساسي ب 50 مليون ولا 45 مليون منتظر من اتنين لعيبه مهمين بالشكل ده؟ ايه كلام ميدو صح وكلامنا صح وكلام كل واحد بيخاف على 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 الزمالك صح. ممكن انا طبعا الناس ما تصدقش ان احنا خايفين على الزمالك والكلام ده، بس المنطق انا حتى بكلمك بالمنطق، اوضه اللبس هتبقى عامله ازاي؟ واحد معلش انا اسف، انا بن شرقي احسن، انا بالنسبه لي من احسن، بل هو احسن لعيب في الزمالك. خطير. انا بالنسبه لي بن شرقي احسن لعيب في الزمالك، ده بالنسبه لي انا شخصيا تمام. معلش لما انت تعمل ده مع فرجاني وهو يجي يطلب الرقم ده انت هتقول ايه؟ عشان كده كانت لازم تتلعب بشكل مختلف. في الحاله ديت ايه اللي بيحصل؟ انت بتشوف مين الثلاث تعاقدات اللي انت كنت محتاجهم، بتبدا تاخد الاسهل في اللي هو الاسهل في التفاوض وتخلصه، الاسهل في التفاوض وتسيب الصعب للاخر مش العكس. انت قلبت الايه. انت كده الا تعمل ان حتى التفاوض السهل بقيت خليته صعب. صحيح. وايه؟ وفي الاعلام. برافو عليك. وفي الاعلام. برافو بس عليك. هي اوضه مغلقه ومدير التعاقدات المفروض يقعد او اللجنه الفنيه موجوده، مين يا جماعه اللي محتاج يجدد؟ 1 2 3 4. طيب ده وده وده دول الاصعب. لو دول جددوا الاول الباقي كله هيبقى سهل. سوري العكس، السهل الاول واخد بالك هو لسه باقي في عقده شويه. لا اللي هو مثلا بياخد رقم صغير. اوكي صح. واخد بالك عشان انت لما تيجي تتفاوض معاه هتزوده. صحيح. لكن لو انت استنيت واديت الراجل اللي بقى 50 مليون وهو بياخد 1,300,000 وانت راح تقول له 4 هيرفض. طبيعي ان هو يرفض. هو مش بس هيرفض، ده هو هيجي له عروض من اماكن ثانيه وهيدخلوا اللعبه دي وهيتزود عليك، وساعتها قدامك حاجه من الاثنين، يا اما تدفع الرقم يا اما هتخسر لعيب قدام جمهورك، وفي الحالتين انت خسران. طب انا عندي حاجات كثيره فعايزك تجاوبني كده بسرعه في كل ملف. احنا عندنا لاعب ثاني كالعاده اعلاميا مش واخد حقه، بنحاول نسلط عليه الضوء في كل وقت من الاوقات عشان خاطر انا ده الوقت اللي اتكلم عليه. كوكا. قبل ما اروح معاك احمد حسن كوكا امبارح زي ما احنا شفنا كان سبب كبير جدا في او سبب المهم الرئيسي ان اولمبياكوس يصعد لدور 16 في اليوروبا ليج، وزي ما حضرتك عرفت يعني هدفه في الدقيقه 88 وهيلاعب القرعه حطت نادي اولمبياكوس مع ارسنال نني في مواجهه احمد حسن كوكا. كل الصحف رضى كل الجرايد الرياضيه اللي موجوده عارضها على الشاشه قدامك دلوقتي غلاف رئيسي لكل الصحف احمد حسن كوكا. اولا عايزك تتكلم عن الانجاز ده. دي الصحف وانت بتتكلم معايا اول حاجه تتكلم عن الانجاز، ثاني حاجه اعلاميا، ثالث حاجه يعني ليه مش بيتالق مع منتخب مصر زي ما بيتالق مع اليوناني؟ طيب هو مبدئيا احمد من اللعيبه اللي عدت 100 هدف في حياته الاحترافيه. صحيح. تمام. جايب السنه دي مع اولمبياكوس او مش السنه دي، جايب معاهم عامه في 23 ماتش جايب 11 جول. تمام. يعني احمد انا بقول لك احمد حسن كوكا هو ثاني اكتر هداف مصري في الطريق بعد محمد صلاح. عدى 100. تمام. وبعدين هو تخطى طبعا لعيبه كتيره جدا. احمد حسن كوكا تخطى ال 100 هدف. مظبوط. بالظبط. تمام. كمان لعيب بره الملعب انت تتمنى ان هو ينجح. جميل. لعيب متكامل محترم. شخصيه محترمه، هادي، عمرك ما تسمع له مشكله مع اي حد، الكلام ده كله. ولكن يبقى سؤال انا لحد دلوقتي ما حدش فاهمه في مصر، ايه اللي بيحصل لما بيلبس تيشيرت المنتخب؟ ما حدش عارف. ايه اللي بيحصل؟ لا انا ما حدش عارف.
انا نفسي انا يعني انا احمد علاقتنا انا مش معرفوش شخصيا بس نفسي اساله سؤال، انت ابني اللي بيحصل لك ايه لما بتنزل منتخب مصر؟ مع ان الضغوطات اللي عليه في اليونان كتيره برضه مش قليله، بيلعب في اولمبياكوس نادي كبير مش بس. انا عايز اقول لك على حاجه، مفيش مكان هو راح فيه وكان وحش، ومفيش مكان هو راح فيه والناس ما اتكلمتش عنه كويس. ممكن احمد حسن كوكا في يوم من الايام يجي الاهلي؟ ليه لا؟ ليه لا؟ شايف ان الموضوع قريب مش بعيد. بس هي في نقطه، هل الناس هتنسى الطريقه اللي هو مشى بيها؟ طب انت ليه فكرت الناس؟ بقول حق. طيب هو بس هو بس هو لما مش انت عارف ان الحب لما الولد يكون صغير مش بيكون صاحب قرار. بس ما بدل ما تتجزقش يا عمر، استنى بس بالراحه، بدل ما تتجزقش. طب انا ممكن اسالك سؤال؟ طب انا اشوف اتكلم على الراجل ازاي بس. انا بقول لك هل الناس هتنسى ده؟ اوكي. هل نسيت لغيره؟ اوكي. مع اعترافي ان هو ما عملش الجرم اللي زي ناس تانية عملت. ماشي اضرب ولاقي كده ماشي. انا معاك. خلي بالك انا عندي مشكله مع احمد كبيره قوي. ان انا بحب نوعيه اللعيبه اللي زي احمد. انا احب لعيب زي احمد يكون في الاهلي. ليه؟ هكلمك بكل صراحه. اللعيب اللي بيبقى اخلاقيا ملتزم وبيعملش مشاكل وفي نفس الوقت بيبقى مجتهد وفي الملعب بيدي، لعيب متكامل. انا بالنسبه لي بقى لعيب متكامل. انا عندي معلومه بتقول ان بيراميدز كان بيحاول يتواصل ويتعاقد مع احمد حسن كوكا في بدايه السيزون لكنه رفض وحب ان هو يكمل في الاحتراف. وانا اتمنى ان هو يكمل في الاحتراف لان هو ماشي ناجح وماشي كويس جدا. احمد ياسر ريان من بدايه السيزون انت شايف ايه؟ اديني بقى شويه كده ان احمد ياسر ريان علشان خاطر الولد ده مش واخد حقه هو كمان. احمد ياسر السنه دي لعب تقريبا 14 ماتش جاب 7. تمام. جاب 7 وعامل تقريبا 2 اسيست وانا اسيست انا مش متذكرها. تمام. دي نقطه. النقطه الثانيه يعني معلش، احمد ياسر عنده كم سنه؟ كم سنه؟ 98 مواليد 98 اصغر من رمضان بسنه. 22 سنه بالظبط. 22 سنه طيب. يعني ماشي في 23 سنه السنه دي. حلو. كان ماشي مش عمل موسم كويس في الجونه. صح جدا. تمام. ونضج فيه بشكل قوي. تمام. انا كنت متوقع ان هو ياخد فرصه. اتعرض عليه ان هو يقعد ولكن مش هيلعب اساسي، فدي بالنسبه له مشكله. خليه هو رفض على فكره. لا مش رفض، هو عايز يخرج يلعب. بص انت عندك حلين، لعيبه تيجي تقول له دلوقتي يقعد احتياطي وانت ومجهودك والموضوع هيبقى صعب. عندك بولتر بوالي، عندك محمد شريف، عندك مروان محسن، عندك سلام حسن. هو مصنف نفسه مثلا رقم 5، ولا ان هو يروح يتالق ويثبت مره ثانيه؟ ثانيه عمر، ثانيه عمر بس. قول فين تصنيف احمد ياسر في اللي انت قلته رقم 5؟ بالنسبه للموسيماني كان كده، والدليل ان هو كان بيفاضل ما بين صلاح محسن بالراحه بس، صلاح محسن واحمد ياسر ريان كان بيفاضل. تدي لاحمد ياسر ريان ولا مروان محسن؟ انا بالنسبه لي انا بسألك. انا مذيع وانا ضيف، انا بسالك. تدي احمد ياسر بلاش، صلاح محسن خد فرصه ولا لا؟ اخد في كاس العالم ده فرصه وقبلها خد بعض الماتشات. بس انا بتكلم ومروان خد ولا ايه المشكله انك كنت تدي لاحمد؟ يعني هي المشكله انك تدي لاحمد خاصه 22 سنه مكسب كبير. على فكره احمد ياسر ما يقلش اي حاجه تحت اي بند على مصطفى محمد. هو واعد جدا. شوف انا انت عارف رايي في مصطفى محمد، بحبه جدا ومقتنع بيه جدا ومقتنع باحمد جدا، بس هي الفرق ان مصطفى خد في الزمالك واحمد ما خدش في الاهلي وخد السبورت انه يخدم عليه ومجتهد لا يعني انا شايف ان هو كان ياخد، بس هي وجهت انت هي وجهت نظر وجهت نظر. دلوقتي كريم فؤاد لاعب النجوم، رايك فيه؟ لعيب كويس. الاهلي محتاجه مع محمد هاني؟ اكيد، لان واحد بس مش ومحمد برضو له ماتش. محمد الفتره الاخيره ماشي كويس، ستيبل فيري ستيبل جدا جدا. وطبعا انا سمعت بعض التقارير اللي بره والكلام ده كله. يعني بص انا اقول لك الحاجه بصراحه، انا مش مقتنع بالتقارير. التقارير دي يعني معلش، انت راجل شغال في كوره وكنت مدير تعاقدات تمام. التقارير دي ممكن يكون مثلا هيثم عرابي قدامي وانا عارف ان ما فيش حاجه لك وتقارير بتقول ان انت رايح. طبعا انا عايز احكي لك قصه جامده قوي. قول لي بسرعه عشان خاطر عايز اسالك اسئله كتيره. طيب انا وكابتن علاء عبد الصادق فوجئنا بعرض من سامبادوريا للعيب كبير قوي في الاهلي. حلو. فالكابتن علاء قايل لي ايه، ادرس العرض وشوف. انا قريت الورقه. تمام. العرض بيقول ترايل. ترايل ترايل تجربه. حلو. طبعا لقيت بقى ايه معايشه. حلو. فانا رحت قلت للكابتن، قلت له في حاجه غلط في الورقه دي. قال لي مزيفه. قلت له لا بس فيها حاجه غلط. خد اللي جايه دي، اللي جايه دي جامده قوي. تمام. قلت له انا اعرف السبورتس دايركتور بتاع سامبدوريا، خليني ارفع السماعه واكلمه. فرفعت السماعه وكلمته، جبت رقم كلمته رقم مكتب، ما ردش عليا الموبايل، جبت رقم مكتب وكلمته مش عارف ايه. قال لي احنا ما بعتناش الورقه دي. مين اللي بعت؟ بس انا فقال لي اديني ساعه. بعت له صوره على الواتساب. وقلت له شوف يعني دي فيها ايه. قال لي اديني ساعه وهرد عليك. عارف مين اللي بعت؟ مين؟ مدير قطاع الناشئين في سامبدوريا. الورقه كانت جايه عشان ينزل تجربه تحت. تحت؟ تحت. في قطاع الناشئين. قطاع الناشئين. خد بقى المفاجاه دي. عارف بناء على ايه؟ على وكيل لاعبين في مصر، مش هقول اسمه، سيدهاتك
شغلك سلطاتك بابا غنوزك في الصندوق الاسود عشان انا عارف انا انت بتكرهوني ليه بس انا في الصندوق الاسود. يعرف مذيع راديو فهناك صاحب مدير قطاع الناشئين وكان عايز يزود العقد بتاعه فخلاه يبعت الورقه دي عشان يتقال ان جاله عرض من اوروبا. كل ده والله زي ما بقول لك انت لو دخلت عليه وقلت له انا عايز ازود عقده كان كابتن علابي وقال لي انت لازم تاخد مكافاه على اللفه اللي انت لفيتها دي. قلت له بص اي حاجه في اوروبا انا اعرف لك اساسها ايه. في كميه لعب في الموضوع ده. عايز ترفع سقف كذا عايز تعمل حاجه زي فانا بقول لك موضوع الاعلام والموضوع التقارير والكلام ده كله ما تقوليش انا يعني على عمه ده انا بابا اللعبه صح كده. طيب عايز اسالك المنافسه في الدوري لبيراميدز هل انت شايف ان بيراميدز عنده تعادل المباراه الاخيره يعني عنده في حاجه غلط في بيراميدز يعني في حاجه غلط في انا عارف ان هم عارفين ان انا بحبهم فهياخدوا كلامي غلط لا خالص ما هم طبيعي. بص يا كابتن هيثم خلينا نتفق انت على حاجه انت بتكسب فمحدش يقدر ينتقدك تتعادل وبتخسر لازم يتم انتقادك نقد بناء نقد هدام على حسب الشخص اللي بيتكلم وانت راجل بتتكلم بنقد بناء بشكل عام انت عمرك ما بتقطع في حد ولا بتتكلم على حد بشكل وحش فانت قول لي بقى بيراميدز والله العظيم بتكلم بجد انا لما بقعد معاك بتكلم انا بستفيد من كلامك وانت بتتكلم بمنطقي بس انت ده عشان انت عارفني بس هم مش مقتنعين طيب. بس بيراميدز ليه في حاجه غلط اداريا ولا اللبس. فنيا اوضه اللبس اداريا فنيا انت عارف انت نفسك اعتقد قلت المعلومه الراجل بكل بساطه حتى لو عايز تمشي المدرب اضرب الشهور اللي باقيه كلها قلتها امبارح فعلا في 250 ولا مش عارف كام 250 الف دولار حوالي 30 مليون 30 مليون فانا عشان امشي ده المدرب ده اللي باقي ده اللي باقي عشان فانا عشان امشي المدرب اروح ادفع 30 مليون جنيه ليه عشان خاطر يمشي واجيب مدرب تاني كارثه. تاني حاجه في اوضه اللبس مشاكل كتير طب انت وانا مش هذكر الكواليس عشان ما ينفعش طيب انت دلوقتي شايف مواضيع ان احنا نحل مواضيع اوضه اللبس دي ازاي هل ليها علاقه باللعيبه الكبار يقعدوا مع بعض ولا بالاداره انت انت محتاج مدرب شخصيه تاني حاجه تو ماتش بوزيشنز اماكن كتير للاشخاص اللي موجود ما فيش انت في محتاج حد يدير صح يدير شويه بشكل مختلف شويه بس شايف ان في مفاجات ممكن تحصل في موضوع الهبوط الفرق اللي ممكن تهبط بص الدوري ثلاث نقط بتغير كل حاجه لسه بدري قوي هل انت شايف فكره المدربين اليونانيين الموجودين في مصر زي بابا فاسيلي وتاكيس جونياس ممكن تكون على امل ان هم مستنيين حد من الانديه او في حد من الانديه متفق معاهم ولا لا هل انت شايف ان هم مثلا طريقه لعبهم تمشي مع الدوري المصري طبعا تمشي طبعا في مدربين انا هقول لك على حاجه انا في مره مرات وانا في الاهلي كنت عارض بس مش هقول اسمه دلوقتي عشان عندي امل في يوم من الايام ان هو يمسك الاهلي يعني لو في يوم من الايام وبعرض مدرب ففي مدرب انا بالنسبه لي شخصيه الاهلي جدا يعني ومش معروف بالنسبه لنا قوي بس معروف في اوروبا شويه هيثم عرابي لو سالتك على احنا في 2021 بنشوف كوره يعني بشوف كوره من زمان جدا الاسماعيلي في المركز اللي قبل الاخير 9 نقاط كل يوم بقولها خايف ان يجي اليوم او اللحظه اللي ممكن نشوف فيها الاسماعيلي لا قدر الله يعني موقفه صعب ان شاء الله لا انا بص طبعا والله ده من قلبي فعلا انا بحترم يعني بحترم الجمهور الاسماعيلي والمنظومه التاريخيه دي بشكل انت لا تتخيله وشيء يحزن جدا وفي نقطه كمان معلش اسمح لي في وكيل لاعبين او في شخص ما طلع قال الاسماعيلي يعني السنه دي كده عشان بيجيبوا ناس من درجه الثالثه وتصنيف هو حضرتك عارف تاريخ الاسماعيلي حضرتك عايز اقول لك بس حاجه بسيطه جدا من احسن الحاجات اللي كان الكل بيشيد بيها الاسماعيلي عينيهم واختياراتهم من تحت عندك حق معظم اللعيبه اللي راحت اهلي وزمالك في توتات كتيره جدا كانت من الاسماعيلي معظم اللعيبه اللي راحت الدوري كله كانت من الاسماعيلي بسبب اختياراتهم ان هم بينزلوا بالكشافين بتوعهم واداريا وحاجات كده الحاجات دي مش موجوده دلوقتي مش موجوده تمام فالحاجه اللي انت بتقول هي بسببها هو ممكن الاختيار غلط حاليا بسبب العين الله اعلم تمام وبعدين عندهم مشاكل اداريه برضو كتير بس متداخله قوي مع الجمهور ودي مشكله لما الجمهور بيدخل في الاداره بتبقى كارثه طيب هيثم في النهايه انا عايزك تختم معايا بكلمه بتحب توجهها لمين وفي نفس الوقت يعني مفيش مبروك على بلقاس يا عمر انا بص يعني كنت عمال اقول انتوا بلقاس فوز التاني على التوالي صح كده فوز التاني على التوالي ولو وعندي ماتش متاجل لو عندي ماتش متاجل لو كسبته اخلص الدور الاولاني الثالث طيب دلوقتي بلقاس الدنيا ستيبل بالنسبه لك كويسه جدا الحمد طيب قبل ما تقول كلمه عشان افتكرت موضوع مهم ده اللي كنت بفكر فيه الموضوع التحكيم في الدرجه الثالثه انا عارف ان في شويه مشاكل وان اللي بيحصل في اتحاد الكوره في اللجنه الاحاديه مش الثلاثيه مع احترامي الكامل ليهم طبعا اخواتي واصحابي يعني احمد ومحمد ولكن ايه اللي بيحصل في موضوع التحكيم؟ بص انا بس عايز اشرح لك حاجه حصلت تقولي وحاولي تشرحها لي بس كابتن احمد مجاهد خد قرار بان احنا لما بدانا الدوري كان احنا طبعا محافظه الدهليه، انت عارف بالاسم الدهليه تمام؟ فاي تحكيم بيجي لنا منين؟ من الاسماعيليه، من الغربيه،
المنوفيه، دمياط، الكلام ده كله اللي هي بره المحافظه، فجاه من يومين خد قرار من اللي حكم الماتشات من محافظه الدقهليه. يعني قرار ان انت دلوقتي الدقهليه كل اللي من الدقهليه حكموا. طيب في ناس بقى شغاله في اكاديميات وناس شغاله مش... يعني هديك مثال بسيط انا، وخليني بص شفت انا قلت ايه وانتقدت اهو، بس خليني اقول حاجه ثانيه. جالي حكم النهارده اسمه طارق ابراهيم، حكم لي ماتش اللي انا كسبته النهارده ده، كان هايل تمام، بس ده ماتش واخد بالك. لكن في ناس كتيره من غير ذكر اسماء في التحكيم، انا بقولها لك اهو من دلوقتي، شغالين في اماكن كتير. انا حاضر بحضر لسته بحكام الدقهليه اللي شغالين في اماكن، عشان لو حكموا لانديه قدامي او الكلام ده كله هقدم اعتراض. بس اعتراض همشي اعتراض همشي. طيب انا يمكن انا في شويه صور انا حابب اعرضها لبلقاس بعد اذنكم يا شباب. انا بس عايز اقول لك دي مباراه النهارده. فاكر علي عصمت؟ انت ده المدافع اللي انا قلت لك عليه. انت قلت لي مدافع عنده امكانيات على اعلى، هو اللي جاب جول الفوز النهارده. لسه ما جروش عروض لسه؟ والله والله العظيم نادي كبير جدا في مصر وانديين في الوسط متابعينه حاليا. طيب علي ده وحق المصري يلعب، بص يلعب على مدافعين كتير في الدوري المصري، غير ان هو شخصيه محترمه جدا. انا واقف بظهره، واقف في ظهره بشكل انت هتدخل بره بلاس، بره ان هو فرقه بلاس، لعيب يستحق بره وجوه، مثال للعيب الكوره المحترم، مثال للعيب الكوره اللي بيجتهد وبيشتغل على نفسه. عارف مدافع جايب لنا 4-5 تجوان وورا ما فيش حد بيعدي منه، حاجه وحاجه كبيره واخد بالك. فانا بس دايما بشيد بيه على الهوا لان هو يستحق النوعيه اللي ديت، احب اقف في ظهرها قوي. خلاص بقى مش يا كابتن هيثم عشان ما تغرش يا كابتن هيثم بقى. علي هوديك وربع علي ان شاء الله. حضر نفسك بقى، سد حيلك يا عيال اللي بعده. ده ماتش النهارده. ده ماتش النهارده. ده ماتش النهارده. هم اللعيبه كلها كانت رجاله بصراحه. اللي بعديها استاذ احمد بعيد ده كابتن حسام الشربيني مدرب الاسد. كان بيلعب محله بلديه ومنتخب وترسانه. تمام بعد كده يا شباب دي صورة الفريق. هشام وفتحي، لا اللعيبه كلها رجاله، وشريف كلهم لعيبه رجاله. وصالح وصالح صالح حبيبك على فكره، صالح اشتغل على نفسه بشكل غير طبيعي. مثال محترم لحد مش عايز ييأس. وخالد وعندك التوأم دولت هيبقوا حاجه محترمه جدا، وربنا يكرم الجميع. كابتن هيثم يعني خير الكلام دايما بيكون مسك مسك الكلام، وبشكرك على وجود حضرتك معايا. استنى استنى انا هلاعب التاني الجمعه الجايه قبل ما اجي لك على الهوا، هلاعب نبرو. اوكي بص يا عمر، انا من ساعه ما بدات معاك واحنا بنكسب، فالتعويذه اللي انت بتعملها انا عايزك تشتغل عليها عشان خاطر انا محتاجها الماتش الجاي. لو كسبت بقيت ثالث دخلت زي ما قلت لك مسك الختام خير الكلام. موضوعنا برو نقفل عليه، وايه وان شاء الله نبارك لك بعد المباراه. يا رب. نبارو على فكره ناس حبايبنا جدا، وابويا ليه تجربه محترمه في نبارو. هم اخواتنا واصحابنا كلهم طبعا. بشكرك، الجمعه الجايه هتبقى جاهز ان شاء الله. تحضر حاجات حلوه كده بقى عشان احضر اخلص الماتش وهجي لك من منصور عليا ان شاء الله. حبيبي بشكرك، شكرا جزيلا. بشكر حضراتكم. فقره الحواريه الاولى خلصت، بعد الفاصل نستقبل الكابتن احمد القصاص الاستاذ عبد القادر ابراهيم علشان نتكلم عن الدرجه الثانيه فقره الصحافه زي ما حضراتكم متعودين كل يوم جمعه. بشكر حضراتكم وبعد الفاصل نتقابل. مرحبا بحضراتكم من جديد. يعني اتنين من النجوم اللي في الصحافه الرياضيه وفي النقد الرياضي، وابدا بدايه او على يميني الصديق العزيز والصحفي الكبير والنقد الرياضي الاستاذ عبد القادر ابراهيم. يعني مشرفني ونورني الحمد لله على السلامه. ودايما لما تبقى موجود ريحه اسكندريه كده كلها بتبقى موجوده مع حضرتك. خليك، انا كمان سعيد ان انا طلعت معاك طبعا، او بطلع معاك باستمرار وبجي لك مخصوص. شرف ليا والله العظيم. قبل كده شرف، وكمان الشرف ان انا مع اخويا برضو صديقي، وانا مسميه ملك الترس وملك الدرجه الثانيه والثالثه والرابعه صحيح. والتعليقات الجميله مع الدم الخفيف بيحسسني بالمهنيه في الصحافه. يعني زي ما حضرتك قلت يعني هو ملك الدرجه الثانيه وملك التحديد والارقام وكل حاجه استاذ احمد القصاص. ولازم هيقول لك انفرادات يعني، ولازم اكيد يعني انفرادات وفيديوهات وكل حاجه. مرحب بيك يا حبيبي. يعني من الحلقات الجميله اللي انا ببقى سعيد بيها وجود الاستاذ عبد. الله يخليك، وخاصه معاك بقى انت عشان دايما انت جايب لي الكلام على الفيس، كل خبر ننشره لك يا خدك الجم الصبح انت وكابتن خالد غندور. حب يا كابتن، حب يا كابتن احمد، حب حب حب. لكن ده بيوديك فين بقى؟ ان مين اللي دايما عندك عامل انفرادات دايما اخبار رياضيه اول باول؟ عمر ربيع ياسين خالد غندور، عمر ربيع ياسين خالد غندور. وهنا بقى ما هو انت لو ما كانش فيه هجوم عليك يبقى انت ما انتش ناجح. ادي الاثنين اللي دايما ايه عاملين. حبيبي كابتن احمد، هو طيب. بدأ هو لخبط الاراء في مصر كلها على موضوع سيسي. انا عايزك تتكلم فيه يعني حضرتك. بص ده موضوع مهم جدا، كويس ان حضرتك اتكلمت عليه قبل ما حضرتك تتكلم وتستفيد فيه. موضوع سيسي بشكل عام، يعني وجوده مع نادي الاتحاد، هل اللاعب ممكن يكمل موسم تاني على سبيل الاعاره ولا لا؟ ممكن يبقى اخر موسم ليه؟ يعني اكيد حضرتك احسن واحد تقول لي الاجواء بشكل عام ورايك في موضوع سيسي بشكل عام. بص الاجواء هتبقى مختلفه خالص. انا طبعا كنت متابع حوارك مع كابتن هيثم عرابي، وكله وكل الاحترام والتقدير طبعا. بص النادي الاهلي
من حقه في زمن الاحتراف ان هو يتفاوض مع اي لاعب. انا صحيح. انا ضد مع موضوع ان ايه ان والنادي الاهلي عايز يكوش على كل حاجه. هو النادي الاهلي عايز كل لعيبه مصر ليه؟ انا بس شايفها شطاره. وقلت قبل كده النادي الاهلي عنده ناس بتاخد مرتبات شهريه يا استاذ احمد ما كابتن عمر شهريه مهمتها انها تجيب اللعيبه دي وانها تدير التعاقدات وانها تطلع تشوف اللاعب فلان الزمالك بيتكلم مع مين يكلمه. دي مش عيب. الناس بتاخد بتشتغل كده انها تطلع كل يوم تتربص باللعيبه اللي راحه الزمالك واللي مش عارف ايه واللي ايه خلاص. وممكن انا اخر مره كنت معاك قلت لك يا جماعه الهوجه اللي على رمضان صبحي انه رايح نادي تاني وساب النادي الاهلي ده حقه. صحيح. ماشي. موضوع رزاق سيسي انه النادي الاهلي اتكلم عليه سواء خبر صادق او غير صادق او في مصدر له او غير مصدر له. المصدر اللي عندي في اسكندريه اللي هو عايش فيه الولد استاذ محمد مسلح. صحيح. الراجل ده الواد ده افريقي مش مصري ولا عربي. ده هو بيقول لمحمد مسلحي ماي داد يعني. انت جيت لي على الجرح في الحاج محمد مسلحي. جيت لي على الجرح. اولا ربنا يشفيه لان هو صحيح. يعني تعرض كده لوعكه صحيه في مباراه اسوان الزعل من الخساره وكده. هو الحمد لله هو كويس دلوقتي بس في لسه في البيت. صلحوه في ماتش دكل مش الصلح اللي هو يعني ما علينا. بس انا عايزك بس تقلص عمر والجمهور. هو بيقول الحاج محمد مسلحي ايه الولد بس لعيب بابا بس. والله ما تستغربش. الولد عنده ارتباط روحي روحاني بمحمد مسلحي وجمهور نادي الاتحاد واللعيبه. هو دلوقتي ممكن يكون مش زي الاول في مستواه خد بالك يعني. هاني افضل دلوقتي ولا الاول؟ لا الاول طبعا. مين؟ الاول ليه؟ لان الاول كان عنده كل اللعيبه جاهزه قبل ما الاتحاد تعرف تعرض ل 13 لاعب عنده كورونا. قبل ما اللعيبه دي تعيا لا الاتحاد كان فرقه تانيه بشكل تاني. النهارده كابتن حسام اضطر يلخبط في التشكيل بتاع الفريق يرجع عمار حمدي يلعب ورا لعب باك رايت. ليه؟ لانه اي مدرب في الدنيا عنده عمار حمدي مش هيلعبه باك رايت. صحيح صحيح صحيح. وانت لعيب كوره وعارف وانت في الكوره بس عمار جوكر. عمار جوكر هو مضطر. اوكي. لا فده طبعا بينعكس على سيسي ان النهارده اللعيبه اللي كانت بتدي له كور لقدام وبتخليه يروح كذا وكذا في دروب في الفريق يعني. لكن مش دي القصه. القصه اللي انا عايز اقول احنا بنتكلم بدري قوي ان رزاق سيسي يروح الاهلي او يرجع الزمالك. لانه الولد بيقول لمحمد مسلحي لو انت مش النادي ما فيهوش فلوس تدفعوها للزمالك انا بابا انا اجيب من فلوس من بره. شوف قد ايه بقى هو مرتبط بالكيان وبالاسماء اللي هو فيه. بس عايز اقول لك على حاجه. هتتكلم احترافيا هتقول لي الراجل فاضل له دي العاره الاخيره له ويرجع الزمالك مش كده؟ لا مش كده كمان. عايز اقول لك ان الكوره ايوه احتراف. ما انا بقول لك هو رمضان صبحي ساب الاهلي صح. هو في اكتر من رمضان صبحي وحبه بس ممكن الكاريزما بتاعه الحاج محمد مصلحي. بس هي ما توقفش على الحاج محمد بس. لا علاقاته انسانيا. أيوه. وهو يخطف الولد بالظبط ويعيشه جوه اسكندريه وجوه الاتحاد. انا بقول لك اهو من الصعب بنادي تاني ياخده. بس هو لو ما رجعش الزمالك على فكره انا المعلومات اللي عندي ممكن تكون يعني ما تعجبش البعض بس انا راجل صحفي وهو ده مهني انا ده طب القلم ده هتحاسب عليه. طيب يعني لو رزاق سيسي لو رجع الزمالك مش هيدي زي الاتحاد. طب انا اسف يعني. لا ولو راح النادي الاهلي يا عمر مش هيدي زي نادي الاتحاد. انا اسف. انا عايز اسالك سؤال. انتوا بتوع كوره انا الراجل بتاع فولي. هو رزاق سيسي لو راح الاهلي هيلعب على مين؟ ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. طب بس جاوبني. ماشي ما انا اقول لك على حاجه يعني دلوقتي هل ده سؤال حضرتك. هل دلوقتي لو رزاق سيسي نفترض ان عقده خلص مع الاتحاد او الاعاره وراح نادي الزمالك وعقده انتهى المعلومات اللي عندي وعقده انتهى ونادي الاتحاد والاهلي بيفاضوه تمام هيفضل مين؟ هيفضل الاتحاد. بس وراهنا. ده السؤال. لا انا على فكره ربنا ادينا العمر. انت هقول لك ليه ده سؤال والله العظيم. لا. مش ديبيت او ان انا بتناقش تمام. هقول لك ليه مش موضوع اسم. هو هو عارف الولد الافارقه بيكلموا بعض يا كابتن احمد. الافارقه اللي عايشين هنا بيتصلوا ببعض سواء اللي في الزمالك او في الاهلي دول رابطه مع بعض. الولد لو راح الاهلي هيقعد مش هيلعب. زائد بقى العلاقات الانسانيه بينه وبين الحاج محمد غير ان هو في اسكندريه مبسوط والفلوس اللي بياخدها هيدوا له فلوس زياده مش. لكن هو لو راح النادي الاهلي هو في النادي الاهلي ولابس التيشيرت الاحمر مش هيلعب. طب انا اروح النادي الاهلي ليه؟ وهو في الزمالك اللعيبه الافارقه مخوفينه. فبالتالي انا بقول لك مش دفاعا عن ان انا اسكندراني او من نادي الاتحاد. انا بقول لك واقع انا عايشه. ان الولد ده مش هيروح لا اهلي ولا زمالك. هو ممكن يروح بره. لو ماشي من نادي الاتحاد
انت بتضحك والله على اساس ان النادي الاهلي مغري. لا مش كده، مش وان كده. اي لاعب يتمنى. انا قلت 60% اهلي 40% بر، فعلا انا قلت كده والله العظيم. لما اتدخل بقى الاتحاد هو ولا هيفضل ده، انا عايش مبسوط واخد فلوس وبلعب وهداف وانا النجم. صحيح. اروح النادي الاهلي اقعد بقى لما المدرب يحن عليا ولا ولا الوينج الثاني اللي هو الشحات يغضب عليه موسيماني. طب انا ليه؟ انت فاهم الفكره. صحيح. صحيح. لكن انا مش باخد الموضوع انه تكذيب الخبر، لا وارد. صحيح. وانا قلت لك في الاول النادي الاهلي من حقه حق. شطاره اللي بيغير مني يعمل زي. صحيح. انا مبدئي كده، بتغير مني اعمل زي. طيب. عندك امكانيات، عندك فلوس، اعمل زي. لكن ما تقوليش بقى الاهلي فضل الاسماعيلي والاهلي خد لعيبه الاتحاد والاهلي خد، خلاص انت عندك عنده روح رياضيه الصبر. طبعا لازم عندي روح رياضيه. بس انت بقى انا عايز اخدك يا كابتن احمد للدرجه الثانيه. انا عايزك تقول لي بقى كده الدرجه الثانيه لحد دلوقتي، هل في ملامح للثلاث مجموعات؟ هل الدنيا بدات تبان؟ الدنيا ماشيه ازاي في موضوع المدربين؟ الحاجات اللي كنا بنتكلم فيها اخر الارقام اللي موجوده والتحليلات، انا عايز حضرتك بقى ايه يعني تقول لي وتشفيلي الدرجه الثانيه في الكلام اللي حضرتك بتقوله. الاول بس جاي. نعمل حاجه للبرنامج وده يبقى حصر البرنامج. تمام. كل الناس في مصر قلقانه. اخر مره اتكلمت عندك هنا وكان مع الدكتور ايهاب الكوفي في صدى البلد واتكلمت معاك هنا، يا لجنه يا ثلاثيه، كان احمد مجاهد لسه ماسك، المهندس احمد مجاهد، وكان خالد كامل المهندس، خالد الاستاذ خالد كامل موجود. انقذوا الانديه. بس الكابتن خالد كامل يعني حاليا لا، بس مثلا خلاص رجع من اسبوع واحد وسايبه. لا خلاص خلاص. اوكي طب كويس ماشي كمل ماشي. فجينا عندك هنا اتكلمنا، قلنا يا استاذ عبد القادر انقذوا الصعيد لان الدوري في رمضان راحه، بعد رمضان هيكمل 6 و7 قسم تاني. خش بقى من 6 و7 تريح 15 يوم بعدين تدخل 8، تجهز فرقه وتشتري لعيبه وتعمل فتره اعداد، عايز شهرين. يبقى انت هتطلع من دوري مضغوط لدوري مضغوط. مظبوط. انديه ورؤساء انديه مطحونين بسبب الازمه الاقتصاديه بتاعت كورونا. معظم الانديه زي دمنهور والمنصوره والمنيا والمنصورة. كل انديه بتعاني لغايه النهارده بسبب ازمه كورونا. الانديه الكبيره فالانديه عايزه شهرين ثلاثه رؤساء الانديه يجهزوا فلوس للموسم الجديد. مظبوط. ينقذوا بقى. انت بقى كمسؤول لجنه حاول تتدخل وتشوف حل للدوري ده، ان هو يتلعب في رمضان او ينضغط. خد بقى الجديد اللي الانديه لسه لغايه دلوقتي مش عارفه اللي هو ايه. كل الانديه تقول لك هنلعب ازاي بالليل. لا مش هتلعبوا بالليل. خلال ساعات هتسمع خبر جديد ان الدوري الايام اللي جايه ساعات، وهتسمع الخبر ده ان الدوري هينضغط، اسبوع يتلعب ماتشين واسبوع ماتش، اسبوع ماتشين واسبوع ماتش، عشان الدوري القسم الثاني ينتهي على بدايه رمضان. معقوله؟ خد بقى ده حصري بالنسبه وهيلحقوا احمد مجاهد وخالد كامل. طالما خالد كامل رجع مع احمد بن مجاهد على مسؤوليتي، ده ممكن يتم تنفيذه يا رب. ولو اتنفذ يعني يبقى هو إنقاذ بصراحه انقاذ يبقى انقاذ. لا وعمل حاجه ما تحصلش. لان هو هيوفر زي ما قلت لك على انديه اللي عايزه تجهز فلوس على اللعيبه، موسم جديد، كل الكلام ده بحل. اتنين بقى، من السنه اللي فاتت يا استاذ عبد القادر كل المراقبين المباريات في القسم الاول والثاني والثالث ما خدوش فلوس. ما دي مشكلة. لا خلال ساعات الشيكات هتوصل المناطق، كل المراقبين هياخدوا فلوسهم عن السنة اللي فاتت بحالها. قسم تاني وتالت وأول. طب كويس. ودي حاجة جديدة عشان كل المراقبين دلوقتي قاعدين كله مستني يسمع خبر. لا أنا بقول لكم أهو خلال أيام هتوصل المناطق كل الفلوس بتاعت الإيه. واللي مش هياخد فلوس زي ما الكابتن أحمد بيقول هياخد فلوس من الكابتن أحمد القصاص. أنا مسؤول وأنا عارف بيته. يعني أنت متأكد إن كابتن أحمد المهندس أحمد مجاهد عمل كل والحاجات دي بصراحة. أنا يعني الحاجة التالتة بقى واللي الناس مش عارفاها، هم القسم التاني في أزمات في التحكيم من الجولة 11 و12 و13 ما يقرب من 22 حالة اعتراض على التحكيم. 22 ده رقم قليل جدا. لا احنا بنهزر. خد بقى عندك. طب ما لو دخلت الفار بقى من الجوله العاشره لبدايه الموسم كل الاعتراضات 13 اعتراض. اوكي في جولتين اتنين. ده بقى ليه؟ اللي ما حدش يعرفه. ورؤساء الانديه تقول لك ابعت لنا حكام دوليين ان احمد مجاهد او اللجنه الثلاثيه قررت انها ما هي مش ثلاثيه بس عشان ما هي احاديه زي انت ما بتسميها كده انها قررت يدفعوا بقى بالوجوه الجديده من التحكيم وال20 حكم اللي فوق ابراهيم نور الدين وباسيوني والبنا كل دول ما عادش بيحكموا الجوله 11 عكس السنين اللي فاتت.
طب ما دي حاجه كويسه مش حاجه وحشه. اه صح ولا طبعا غلط؟ طبعا. انا بقول لك وانا مبسوط بقى ليه؟ شايفها كويسه حاجه كويسه جدا. انا مبسوط فرص لغيرهم صحيح، وفي نفس الوقت ما ترهقش الحكم، انت لسه بدايه الدوري بس انت دلوقتي بس هما بس هما المباريات المهمه بس لازم يعمل بالانس لازم ما بين الخبره وبين الشباب، ما ينفعش ان كله يبقى شباب شباب لا، والمباريات المهمه قوي في وانا مبسوط يا استاذ عبد القادر ليه كمان؟ ان في حكام ما كانتش بتاخد، انت عندك دلوقتي 30 حكم دخلوا قسم ثاني، ده يحسب للجنه الحاليه. ايوه يا ملان انت بتدي اعداد، انت بتدي اعداد لان تعمل حكم كمان درجه اولى ودولي، فانت بتعمل بنيه تحتيه او بالزبط. قاعده او صف تاني. أيوة. دي حاجه كويسه. الدوري فاضل 33 ماتش على نهايه الدور الاول. 33 ماتش دول بقى اللي انت بتقول هيتضغطوا قبل رمضان. لا ينتهوا الاسبوع الجاي. 33 ماتش في ثلاث مجموعات. حلو. بما فيهم المؤجلات. حلو. بما فيهم المؤجلات. حلو. ينتهي الاسبوع الجاي. بعد كده هنبدا الدور الثاني. من الدور الثاني انا بقول لك اهو بنسبه كبيره جدا هيبدا يشتغل في حته ضغط المباريات. طب وده خبر لكل الانديه. مشكله الانديه او بعض الانديه ان هم مش عايزين يلعبوا ليلا عشان ما فيش اضواء. لا ولا عشان ولا لا معظم الملاعب في الصعيد ما فيهاش اضواء. لا ما هو هيبقى صعب. طب ما في استعداد دلوقتي الملاعب الجديده اللي الوزاره عاملاها والحكومه عاملاها ما فيها انوار دلوقتي؟ ايوه بس الاضاءه ضعيفه. لسه في ملاعب، ما انا سالت معظم الانديه في الصعيد في ملاعب بس الاضاءه ضعيفه، وفي ملاعب ثانيه هيبقى يعني هيدي مبدا تكافؤ الفرص بقى مش هيبقى موجود. انديه هتستفيد. بس كابتن احمد انا برضو حته الاضواء ضعيفه، يعني يا جماعه الدوله بتصرف مليارات على البنيه التحتيه في الملاعب، وانت شفت كره اليد الصالات مكلفه مليارات يعني. بص يا استاذ عبد ايه المشكله ان احنا ننشط سياده الوزير والاضاءه دي تقوى؟ ايه المشكله؟ مش حاجه صعبه. اه على اللي بيعمله بصراحه الوزير يعني مش حاجه صعبه. لا 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 حاجه ما حصلتش في تاريخ مصر. صحيح اللي بيحصل في الرياضه ده المصريه بتعمل طفره كبيره جدا في الرياضه المصريه، واحنا عندنا في مجالات ياما مش وزاره الشباب والرياضه بس. طيب. في كل مجالات، لكن عندنا اللي بيعمله وزير ده انا بقول لك على السنه الجايه ما فيش اتيال سلبيه هتبقى موجوده في مصر بحال. ايوه يعني الملاعب كترت، الملاعب كترت مع اهتمام الوزير بشكل بصراحه بنيه تحتيه بصراحه يعني حتى مراكز الشباب. بالظبط ده مراكز الشباب بيدخلوها دلوقتي حمامات سباحه وحاجات ما كانتش بتحصل لان هو فتح الاستثمار الرياضي. فانا اتمنى الرياضي. ان ده يبقى السنه الجايه موجود عشان نلعب على الاضواء. انت عارف ان المحافظه الاولى في الاستثمار الرياضي مين؟ مش انت من البحيره؟ ما البحيره دكتور ابراهيم خالد. المحافظه الاولى في الاستثمار الرياضي بس برضه هي البحيره. وعندنا وكيل وزاره عندكم صراحة. فلوس عندكم فلوس عندكم رجاله اعمال معاكم. استاذ عادل انا عايز بس قبل ما الوقت يجري بينا انا عايز يعني جوله كده على الـ 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 الرياضه في اسكندريه بشكل عام سريعا عشان خاطر بص يعني هي برضو الوقت يجري. تمام الرياضه بشكل عام برضو سياده الوزير نهجه واضح ان بيستثمر في الرياضه، الاستثمار الرياضي ان اي نادي دلوقتي ممكن يعمل شركه. فنادي سموحه عامل شركه ودلوقتي نادي سموحه فاتح الاسكان للاعضاء، اخد بالك؟ سواء الارض بقى مرخصه مش مرخصه مش دي قصه، لكن بدات انديه تبقى عندها وعي وتعمل شركات. الخبر الجديد برضو اللي هو يبقى الفراد لحضرتك اللي لسه عارفه ان نادي السيد السكندري الارض بتاعته اللي في برج العرب مع ارض نادي الاتحاد اللي في برج العرب دي مثلا 50 فدان القوات المسلحه اخذتهم بشراكه وهي اللي هتبنيهم بتعمل ملاعبهم ويبقى 60-40. ده مش حاجه كويسه للبلد ولا حاجه وحشه؟ هيقول لك طب انت بتدوا الجيش كل حاجه، الجيش هياخد ويدي لشركات خاصه من الباطن ويستلم منها شغل بتنفذ 100% بدل ما يبقى فيه فساد ويبقى فيه كوربشن ولا فيه اندر تيبل. لو قعدوا 100 سنه مش هيعملوه. بالظبط. فانت بتتكلم اهو على انديه اجتماعيه هتتحول لانديه رياضيه، انا بقصد نادي السيد مش نادي الاتحاد. الفرع الثاني بتاع نادي السيد اللي هو في نادي السيد غير اللي على الكورنيش برضو الجيش خده وهيعمل له تطوير وهيبقى هو النادي اللي هيدير، بس هيبقى نسبه وتناسب. انا بنيت لك بمليارات عشان اخد فلوسي ياخد 60% من الايراد اللي عندك. نادي سموحه طبعا كرة. طبعا ملاعب كوره وحمامات سباحه استاد وحمامات سباحه وملاعب كوره وصالات مغطاه. انت بتعمل بنيه تحتيه جديده للمستقبل. صحيح. لاجيال تطلع تقدر تعمل فلوس. نادي الاتحاد في حاجه جديده النهارده، نادي الاتحاد احنا بنتكلم على رزاق سيسي بنتكلم على لعيبه محترفه. انا اعتقد ان المشروع اللي عامله محمد مسلحي في قطاع الناشئين هيطلع لك لعيبه مش هتقدر بعد كده يعني مش هتخلي النادي يقدر يشتري لعيبه من كتير من بره. طالما انت اهتميت بالقاعده وبتصرف عليها فانت هتلاقي مردود. ده حاجه كويسه جدا جدا في نادي الاتحاد. المشروع المعمول في قطاع الناشئين رائع رائع جدا، وبالتالي انت ممكن تحصد نتائجه.
كمان نادي الاتحاد ما بقاش كوره. احنا طول عمرنا بيقول لك اتحاد كوره وسله والجيل بتاعنا في الطايره ده كانت طايره. لكن النهارده نادي الاتحاد عنده في الالعاب الفرديه ابطال، عنده ابطال عالم وابطال دوليين وابطال العاب فرديه. وليد السنوسي صاحبك وصاحب عمر هو رئيس قطاع الالعاب الفرديه، وطايح في التايكوندو وطايح في الجودو ومن يوم ما مسك وعتبته خضره يعني ما هو برضه هو يعني شاطر في الاداره يعني. ففي طفره في الالعاب الاخرى. مثلا نادي السيد النهارده في ثلاثه لعيبه من نادي السيد بيلعبوا في بطوله العالم، منهم واحد خد مركز خامس عزمي محمد. صحيح. نادي سموحه مستقر ما شاء الله في الكوره، عنده برضو فرج عامر بيعمل دلوقتي فكر مختلف عن طريق شركه الاستثمار، انه بياخد عمارات للاعضاء في حته يعني غير العالمين اللي هو واخد، وبيعمل نادي في العالمين. فانت برضو في بنيه تحتيه جديده. نادي سبورت يمكن عنده وعكه ماليه دلوقتي مشكله، وسياده الوزير قعد مع المجلس يوم الاحد اللي فات وبيحاول يعني يحل مشكله الازمه الماليه اللي هي في النادي. النادي خسر 40 مليون جنيه بسبب كورونا، فبالتالي اصبح عنده عجز. في مشكله ان الناس ما كانتش بتقبض بقالها 3 شهور. سياده الوزير هم عندهم وديعه 103 مليون، فوافق لهم ان هم يحلوا نص الوديعه وبداوا يصرفوا للمدربين واللاعبين والموظفين. الاحتقان خف شويه، لكن نتمنى ان الدكتور احمد ورده ان شاء الله يبطل عناد شويه مع المجلس بتاعه والدنيا الامور تمشي يعني. الاولمبي طبعا احمد بقى هيتكلم احسن مني. انا عايز الاولمبي انا شايفه في المركز الرابع في ما انا في انا عايز اروح لفاصل وبعديها ارجع لحضرتك عشان ناخد الفيديوهات ونتكلم على نادي الاولمبي، علشان يعني معانا فيديوهات ومعانا حاجات حراك يعني ايه حصريات زي ما انت ما بتجيب لنا كده كل حاجه كل حلقه. احنا النهارده معانا شويه يعني فيديوهات يعني انا وهو عمالين نديك حصريات. انا بقول لحضرتك عشان كده حضرتك احنا ماشيين بقى يعني عشان كده حضرتك موجودين معايا. طب ماشي ما برضه يعني الناس التقيله قوي وصلات يعني يلا نروح لفاصل ونرجع نكمل. خليك دايما معانا. برحب بحضراتكم من جديد. كابتن احمد قبل الفاصل قلت لك عايزك تقولي على الاولمبي عشان نكمل الكلام اللي الاستاذ عبيد بس برضو عليه. بعد اذنك يا عمر فاركو سكندري ما احنا معانا فيديوهات لفاركو هو الاول كده. دلوقتي انت اللي كاتب اهو انا مختار يعني فاركو الاول برضو سكندري مختار مين لا مع احترامي انا منحاز لاسكندريه بص انا منحاز لاسكندريه انا دلوقتي عندي ثلاثه باسكندريه ماشي من الاربعه الاوائل عندي فاركو وابو قير الاسمده والاولمبي. طب هقول لك بقى انا هسكت بالمناسبه هخش اداته وبعدين هكمل انا خلاص انا عايزه ايه هي بقى اتفضل مجدي عبد العاطي افضل مدير فني في المجموعه الثالثه الله ينور عليك 8 مباريات مكسب متتالي اسكندريه فاركو مسك فاركو وهو في المركز العاشر للمركز الاول الله ينور عليك افضل مدير فني خلاص وافضل مدير كره عاطف حنفي مجموعه وافضل مدير كره عاطف حنفي كابتن عاطف ندخل مجموعه الصعيد اخترت 2 افضل مدير فني علاء شريه الدخان بوضع ترتيبه يستاهل ومحمد صديق المدير الفني لبيروت يستاهل لان ده كان السنه اللي فاتت استنى بقرار وهو هابط الفريق هابط كان المفروض يهبط لا خد الجديد بقى ان محمد صديق بياخد 5000 جنيه مرتب ما خدش من اول الموسم لا اله خد الثانيه بقى عشان الناس تعرف الكواليس اللي بيحصل محمد صديق ده دافع من جيبه 25000 سلف للنادي ما خدهمش للعيب لا حول ولا قوه ومن فتره الاعداد الى النهارده ما خدش يبقى ده مدرب يتعمل له تمثال مين رئيس النادي الاستاذ محمد صلاح بس الراجل ايه الثانيه بقى محمد صلاح ده باع عربيته الله عشان يصرف الاسبوع اللي فات سمير موسى باع عربيته كيا من شهر عشان يصرف على الزرقاء ده انا بديك كواليس ايه سمير موسى ده عاشق للزرقاء عاشق لا ده سمير موسى باع ايه عربيته من كيا وقبلها ذهب اولاده وقطعه ارض طب وناقص يبيع نفسه ده رئيس النادي هو بقى يا استاذ عبد القادر ده رئيس النادي اللي يضيف للنادي مش اللي يكسب من النادي ما هو في رؤساء انديه ما تنفعش اسكت لا تضيف للنادي فانت النهارده انا بتكلم عليه محمد صديق هو وعلاء الله ينور عليك هو وعلاء ابراهيم هو ده العظيم الله ينور عليك مديرين فنيين في مجموعه الصعيد بذمتك مين هيقول لك الكلام ده مفيش ناخد القصاص مفيش غير القصاص ناخد بقى مجموعه القاهره القصاص واحد بس في مصر ربنا يكرمك يا برنس تامر مصطفى خد فرقته كوكاكولا 3 مباريات مكسب على التوالي كان في المركز العاشر كوكاكولا النهارده الثالث هشام زكريا اللي انا براهن عليه مع الاستاذ عمر من اول الموسم طلع بالداخليه النهارده اول ما شاء الله يبقى 2 افضل مدير فني ما شاء الله نطلع بقى سريعا عشان ايه احنا دخلنا في افضل قبل ما ندخل على الكواليس الثانيه وعلى الاولمبي افضل 3 حكام في الدور الاول هشام الفلال ادار 7 مباريات
اقواهم الترسانة مع النجوم. كان ماتش مع اقرب قوي. مين كسب؟ هشام الفلاح النجوم. واخد بالك؟ وائل فرحانه سبع مباريات تحكيم، حكم سبع مباريات في الايه؟ في الممتاز به. اقوى مبارياته فاركو مع بقير، تليفونات بني سويف مع بني سويف. فاركو كسبها دي. الحكم الثالث محمد سيد بكر ادار ثمان مباريات، اقواها المنصوره مع حرس حدود. يبقى دول افضل ثلاث حكام ودول افضل ثلاث مدربين تقريبا بعد نهايه الدور الاول. تمام. الاولمبي بقى انا زعلان من الاستاذ من المهندس طارق السيد اخويا حبيبي. ليه؟ احمد ساري عشان الفلوس خد الاولمبي وهو بينافس على هبوط السنه اللي فاتت. صح. النهارده بقى بينه وبين الاولاني 4 بونت أو 5 بونت. مزبوط. يعني ماتشين، ماتش يكسب يبقى دخل مع فاركو وحرس الحدود في المنافسه. النهارده تعادلت مع الماليه. الماليه ما هوش فريق ضعيف. طبعا. ند ايمن مجدي زي ما بيقولوا كده، زي ما قال لي ايمن مجدي من اسبوعين اكل لعيبته فول وطعميه وراح ماتش يا لهوي في الاتوبيس، ولكن عامل فرقه لو هو عنده بس ربع امكانيات الفرقه اللي بتنافس كان نافس على الصعود ايمن مجدي. فهو الاولمبي لعب مع ماليه كفرزاد تعادل. توقف مستحقات لعيبه الاولمبي ليه؟ ليه؟ ده انت في مرحله يا باشمهندس طارق، انت في افضل الاولمبي بيعمل افضل موسم ليه؟ لا ده انت لازم تساند لعيبتك وتقف جنب لعيبتك وتديها عشان الفرصه ما تجريش من الاولمبي. وبعدين النهارده ايه؟ ده ما بين الاولمبي وحرس الحدود والبلديه 3 4 بونت أو 5 بونت. يعني كله في مشهد كله في مشهد الصداره. يبقى انا بتمنى المهندس طارق السيد عشان انا بحب الاولمبي زي ما انت هقطعك بقى في حته. بص انت انا اسف يعني انت بتتكلم على ايه؟ الاولمبي في هو ما فيهوش ازمه ماليه على فكره، هو في يعني الاداره تختلف. محمد مسلحي العيال اللي هو عيال ضغط ده الماتش لاسوان ده راح للعيبه ورفع معنوياتها وقال لهم هدي لكم 50,000 جنيه لكل لاعب في ثلاث مباريات، اسوان وادي دجله امبي. بس هو خسر اسوان. ما هو خسر اسوان. لا ده مش الله يكون في عونه بقى، مش ضغط يعني. بص شوف، بص رئيس نادي راح يقول للاعب هديك 50,000 جنيه ورئيس نادي تاني جنبه بيوقف لعيب عشان اتعادل. فرق بس في الاداره. ما تقارنش محمد انا بقول لك بس فروق. ما حدش زي ما انت قلت إيه ان في رئيس نادي باع عربيته وفي يعني مدرب. لا ده انا بقول لك كمان في رئيس نادي يضيف للنادي. طبعا. ورئيس نادي هو ياخد من النادي. باشا انا اسف، محمد 90% من رؤساء الانديه بيستفيدوا. بيستفيدوا بس. يستفيدوا ايه؟ حط علامات تعجب. بس ناخد سريعا يا استاذ عمر اخر مباريات عشان نبدا نعرف الناس ايه المباريات اللي جايه الاسبوع الجاي اللي هي نهايه الدور الاول. الاسبوع ده اللي هو النهارده الجمعه، المريخ مع القناه 1-1. بتروجيت اتهزم من بورتو السويس، بورتو السويس مع اشرف توفيق ولا اروع ولا اجمل. كان راكب الدوري هوب رجع ماتشين هزيمه رجع بورتو. النهارده كسب بورتو رجع تاني للصداره. بورتو على بتروجيت 2-1. النصر على زد في مفاجاه من العيال الثقيل. مش في مفاجاه ليه؟ النصر تاريخ وتاريخ عريق. طبعا. وسيد عيد مدرب كويس كان في الممتاز، لكن وضعه السنه دي مش النصر بتاع كل سنه. انه يكسب زد مع اسامه نبي اللي عامل نتائج ايه؟ نتائج ولا افضل زي اسامه نبي كده. ما قال لي اول مره في حياتي وانا اساسا تكوين الجسمان الرفيع خس 9 كيلو مع زد. 9 كيلو؟ والله قال لي 9 كيلو 9 كيلو عمل جاب لعيبه في 10 ايام الدرجه الثانيه بتخلص. عمل فتره اعداد في 15 يوم. الله يكون في عونه. اسامه نبي عامل مع زد اللي ما اتعملش. سيرس الليان اتهزم من الداخليه. هنا بقى هشام زكريا المدرب اللي عنده يا كابتن عبد القادر خبرات. طبعا. هشام زكريا بيشتغل تحت ضغط، يختار لعيبه كويس، يقدر ايه يمشي بالراحه، ما ايه مش تعادل يتهرب منه، لا يقدر يرجع تاني زي ما رجع تاني كده. وهزم سيرس الليان النهارده، وسيرس مع اسامه حجاجي فرقه جامده جدا 2-1. الزرقاء اتهزم من شبين الكوم ولا اروع مع ياسر رضوان. شبين فاز على الزرقاء 3-0. ده اخر مباراه النهارده. مباراه بقى اللي هي ايه الاسبوع ده اللي هي نهايه الدور. السبت بقى مجموعه الصعيد، كيما اسوان مع هنا، ديروت مع بترول اسيوط، الفيوم مع تليفونات بني سويف، بني سويف مع الالومنيوم، طهطا مع شركه الدخان، اسمنت السويس مع سموسطة، المنيا مع شبان هنا، طنطا مع السكه الحديد. ده مباراه ايه؟ طنطا ايه؟ طنطا رايحه فين؟ الاخير 8 نقاط. هقول لك هو 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 الاخير فلوس برضو. هو الاخير بس في ازمات قبل رضا عبد العال، منها في اول الموسم اصابه 9 لعيب، منها بيع اكتر من 7-8 لعيب، ده هز طنطا، منها الازمات الماليه اللي كانت موجوده في نادي طنطا. والله يكون في عون مجلس اداره طنطا. لغايه الجوله 7
الجوله 6 ما صرفوش حاجه. بعد الجوله 6 بدأوا يصرفهم. فنادي طنطا تعرض لازمات وازمات كبيره جدا، لكن انا واثق ان طنطا رغم انه المركز الاخير وثمان نقاط لسه عندك 16 او 17 لكن ماتش طنطا ممكن يرجع بسهوله. يرجع بس مش هينافس بالضبط. اعتقد يعني فدي المباراه يا نجم الاسبوع الجاي. ندخل بقى على ايه؟ على الاحصائيه المجموعه الاولى. حتى الان بس انا خيرك فيديوهات ولا احصائيات عشان معايا عصر. لا ندخل بقى على الفيديوهات. طيب فيديوهات سريعا كده يا جماعه، يعني سريعا ناخد الفيديو الاولاني كابتن احمد بيخصنا بيهم دايما. ناخد اول فيديو هو تليفونات بني سويف وبني سويف. استاذ قادر عايزك تتابع معانا بس الفيديوهات اللي كابتن احمد ده هدف كابتن احمد او دي ايه؟ ده هدف رايق قوي. الملعب ده فين قوي؟ ملعب الاسيوطي. ملعب الاسيوطي صح كده؟ اللي هو لافيانا دلوقتي. صح الفريق اللي هو انا جاب بالي بيراميدز. لا لا ما هو الاسيوطي مش الاسيوطي بيراميدز. لا بس انا بتكلم على ملعب الحاج محمود الاسيوطي. صح كده؟ وعلى فكره هم عاملين فرقه كويسه جدا. وائل حبيب هناك. بسم الله ما شاء الله. وائل حبيب هو اللي عمل فريق الاسيوطي الاولاني. ده افضل هدف بقى في ده افضل هدف في الجوله بالنسبه لي. تم احرازه من شويه. ده الماتش خلص كام كابتن احمد؟ أيوة. الماتش خلص كام؟ لا ما تتفرجش زينا انت. تقول لنا الاحصائيات واحنا نتفرج. شوف سايد تليفونات كسب ولا مين كسب؟ التليفونات كسب. طيب نخش تاني فيديو، فيديو رقم 2، فيديو احمد دهريسه في مباراه سبورتنج. سبورتنج ده صعب قادر يعني. سبورتنج انا عايز اقول لك حاجه. سبورتنج زي ما بيقول المثل بيغزل ب يعني ب يعني ب برجل واحد. برجل واحد. يعني كتر خيره الحاج عامر حسين واحمد فاروق وشويه لعيبه جمال ومتحمسين، وهم فرقه كويسه قوي طبعا. بالنسبه ان هو لسه طالع. نعرض الهدف الثاني يا جماعه والهدف فيديو رقم 2 واحنا بنتكلم. عنده 13 نقطه سبورتنج. فكويس. لا انا عارف ان سبورتنج، مع انه اللي يشوف سبورتنج من بره ما يحكمش عليه من جوه. يعني سبورتنج من بره باين ان هو نادي يعني. ده الهدف يا استاذ قادر. كانوا بيلعبوا مين؟ سبورتنج بلديه المحله. بلديه المحله وسبورتنج. بلديه المحله طبعا في المركز الثاني. هدف حلو قوي ده من 40 يارده. ده الهدف الانقاذ للنادي. طيب ناخد الفيديو اللي بعديه. قناه وبتروجيتو الماتش خلص فوز القناه 1-0. دي المباراه اللي قبل بورتو السويس. طيب نجيب هدف القناه. كابتن احمد القصاص يا جماعه جايب لنا كل اهداف او اهم الجولات اللي موجوده في الدرجه الثانيه. لا كل ده امبارح والنهارده كل المباريات. لا بس بيتروجيت ما لعبش امبارح. بيتروجيت ده مش كان من بدايه الجوله يوم الثلاثاء او الاربعاء حاجه كده يعني. ثلاث. طيب ماشي لسه هما دلوقتي في ده ملعب القناه اللي لعبت عليه. انا عارف. لعبت فيه لما كنت في الاهلي كده، فكنت بلعب عليه. يلا بينا. طب قادر انت رايك كيف الدنيا اتطورت في الدرجه الثانيه عن زمان؟ طبعا. بص طبعا الدنيا لا والملاعب والامكانيات زمان الدنيا ما كانتش كده يعني. شفت طبعًا. انت طقم اللبس اللي حاجه وحيده بس تنقص الدرجه الثانيه. احنا كنا زمان ده منهور طلع في الدوري الممتاز فتره كده في الكره الطايره. كنا بنروح نلعب المباريات والقطر ماشي ورانا يعني. احنا بنلعب في الملعب والقطر. الماتش خلص 1-0. 1-0 عبوده ممدوح للقناه. ده الماتش الثالث. ده اللي بعديها شباب سوهاج والفيوم. سوهاج والفيوم 1-0. الهدف احمد حاتم. وبعديهم سموسطه والمنيا. احنا خلينا ناخد الاهداف عشان خاطر احنا مش هنلحق ناخد كل الاهداف معانا يعني مش كل الفيديوهات. خلينا ناخد بس الاهداف. ده سموسطه والمنيا. المنيا اهوت هدف المنيا احمد عصام. الماتش خلص 1-0. 1-0 للمنيا. ضربه جزاء ولا ايه؟ الجو كان مطر. والصعيد كانت مطره عندكم في اسكندريه. استاذ عبد الرؤوف الدنيا كانت بتشتي. لا مش بتشتي الدنيا كده تلج. بتشتي. هي بتمطر هنا في القاهره بتمطر في اسكندريه. طب اخر هدف ده سموستا. خلاص اخذنا سموستا والمنيا ولا لسه؟ طيب استاذ عبد الرؤوف انا يعني قبل ما اختم تحب تتكلم ايه الرساله حضرتك تحب توجهها او ايه الكلمه حضرتك عايز تقولها؟ لا انا بص انا طبعا في الاول وفي الاخر احنا بتوع رياضه وكله بس انا اي حاجه ابو الرياضه اي حاجه ربنا يخليك اي حاجه بتخص مصر بضعف يعني ببقى حاسس كلنا إن مش بزعل مش بزعل يعني وحدك. احنا بنتكلم في لعيبه بس لما مصر تخسر مرتين في خلال شهر ونص مقعدين في الاتحاد الافريقي انا مزعلني قوي. في الكره الطايره طبعا خسرنا رئيس الاتحاد الافريقي الدكتور عمرو علواني. المنافسه بتاعته كانت السيده بشرى في المغربيه وكسبت وطبعا ده
بيخلي انت مش المشكله انك بتفقد مقعد رئاسه، انت بتفقد لجان وبتفقد مدير تنفيذي. يعني اتحاد الطايره الافريقي للطايره كان المديره بتاعته مصريه، طبعا زميلتنا هويدا مندي، وكان في كل اللجان العامله من مصر. واصلا بتتاثر كمان ان انت لجان الاتحاد الدولي ما بتاخدش المصريين. المفاجاه الثانيه المفاجاه الثانيه ان بعد ما خسرنا المقعد الافريقي كرئيس اتحاد افريقي في الطايره، فقدنا رئيس الاتحاد الافريقي للانقاذ. اوكي، يعني هذا عليك مقعدين كانوا تحت السيطره المصريه بقوا مغربيه، المصريين خسروهم واحد في الطايره واحد في الانقاذ. طبعا يعني بغض النظر بقى ان في تربيطه انتخابيه لمصالح معينه او ما فيش تربيط، انا بزعل، لان انت برضو لازم احنا نحافظ على الكيان ونحافظ على الحاجات الدوليه والافريقيه والعالميه، لازم نحافظ عليها، لان رئيسنا هو رئيس اتحاد افريقي. فما ينفعش ان هو في عهده ان انا اخسر منصبين. ولذلك الدكتور اشرف الحقيقه صبحي وزير الشباب والرياضه عمل تحقيق، يعني شكل لجنه برئاسه اللي هو احمد ناصر اللي هو رئيس منظمه الاوكسا الافريقيه، وفي تحقيق ليه الناس دي خسرت، يعني ازاي المغاربه بيكسبوا او ايه اللي بيحصل، هل في حاجات كواليس تحت الترابيزه ممكن نحلها كده بالظبط. فده بيزعلني بس مش عايز وانا بتفق مع حضرتك وبشكر حضرتك على وجودك معايا. استمتع بيك يا بدر، وانا كمان يا رب، يعني اتمنى لك التوفيق يا رب من نجاح لنجاح. ربنا يخليك يا رب. كابتن احمد انا بشكرك، برنس ونجم الدرجه الثانيه، ويعني نحاول من الوقت للتاني نبقى موجودين علشان نجمع ونتكلم، عشان بيصعب عليا جدا ان قليلين في مصر بيتكلموا عن الدرجه الثانيه، ابرزهم طبعا الصديق العزيز الدكتور ايهاب الكومي. يعني طبعا بشكرك يا كابتن احمد، ربنا يخليك. هناك بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، معلش تقلنا عليكم يوم الخميس ويوم الجمعه، اشوفكم ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي على الف مليون خير. وزي ما حضراتكم متعودين الكواليس والاخبار الحصريه لا لينا اجندات ولا لينا توجهات ولا ابدا نشوف حاجه ونسكت عليها، دايما هنتكلم بما يرضي الله، ربنا لوحده بس اللي مطلع على نيتي ونيه غيري. بشكر حضراتكم وتصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.